محمد، اهلا بيك. محمد عبد الرحمن، ازيك؟ اهلا يا محمد، ازيك؟ ايه الاخبار؟ احنا جاهزين اون تايم، هنستنى بتهيألي فيو مينتس كده عشان هو ايفر وونت تو جوين. جمال معانا، جمال أبو علي معانا. جمال معانا يا بسنت؟ انا موجود معاك. ونبدا؟ ازيك يا محمد؟ نبدا. يا جمال ايه الاخبار؟ بتهيألي خلاص، يعني اتس اوكي ان احنا نبتدي. انا شايف في بارتيسيبتس، بسنت بتقول لي كله موجود، فممكن طيب، ممكن نبتدي. خلاص. مساء الخير عليكم جميعا. بحب ارحب بيكم في الندوه اللي عنوانها خريطه سلاسل الامداد والتدريب، الفرص والتحديات، بالتعاون ما بين جمعية أكسبو لينك وجمعية المصرية لشباب الأعمال الـ EJB. وبحب أشكر جمعية أكسبو لينك ومهندس خالد الميقاتي على التعاون المشترك ما بيننا، ونتمنى أن يكون ده بداية لتعاون مستمر أكبر في الفترة اللي جاية. احنا شايفين دايما كجمعية رؤيتنا أنه الفترة اللي جاية محتاجة مجهودات مشتركة أكبر ما بين جمعيات الأعمال المختلفة. في كلمة سريعة، احنا الجمعية المصرية لشباب الأعمال اتأسست سنة 99، عندنا حوالي حاليا 600 عضو ممثلين في 18 لجنة، لجان صناعية وتجارية وزراعية مختلفة بتمثل القطاعات المختلفة، متواجدين في 6 فروع في القاهرة، اسكندرية، الدلتا، مدن القناة، الصعيد وجنوب سيناء. بنشتغل على 3 محاور رئيسية دايما: خدمات الأعضاء، تنمية المجتمع، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام. أعتقد ندوة النهاردة يمكن تساعدنا في تحسين مناخ الأعمال وفي خدمات الأعضاء للجمعيتين. مش حابب أطول على حضراتكم، هسيب الكلمة لمهندس محمد عبد الرحمن، هو رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سمارت، هو اللي هيقود ويدير الندوة النهاردة، وهيكون معاه متحدثين مهندس مدحت القاضي صديق العزيز، وأستاذ باسم كليلة، وأستاذ محمد فتحي. وهترك الكلمة لمحمد عبد الرحمن يعرفنا بالضيوف النهاردة، وبشكركم جدا. شكرا، انا متشكر ليك يا جمال، متشكر جدا وبشكرك. يعني وانت بتمثل اي جي بي النهارده، وبشكر المهندس خالد الميقاتي اكسبو لينك رئيس مجلس الاداره على الفرصه اللي بنتاحها النهارده لمناقشه التوبيك بتاع سلاسل الامداد ومستقبل بين فرص وتحديات. معانا الحقيقه سبيكرز المتحدثين عندهم من الخبرة ومن المعلومات اللي يقدروا يفيدونا ونسمعهم النهاردة بمعلومات مفيدة عن القطاع. معنا المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالاسكندرية، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة اسكندرية، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري. معانا دكتور باسم كليلة رئيس لجنة الأغذية في الجمعية المصرية لشباب الأعمال. معانا المهندس محمد فتحي مدير عام القطاع اللوجستي وخدمة العملاء في شركة يوني ليفر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التوبيك اللي احنا بنناقشه النهارده توبيك مهم جدا، والظروف الكوفيد 19 بينت قد ايه سلاسل الامداد دورها مهم في الحفاظ على الاقتصاد العالمي. هنسمع النهارده عن خطط الدوله، هنسمع عن قانون الجمارك الجديد، عن سؤال بتاع الاوت سورس والان هاوس، هنسمع عن مصر والميزه التنافسيه وفرص الاستثمارات الخارجيه الاف دي ايز وقدره الاستدامه واهميه الاستدامه والكفاءه في هذا القطاع. هنبتدي هسيب الكلمه للمهندس مدحت القاضي يدينا فكره عن خطط الدوله وعن محاور اخرى تهم هذا القطاع. برحب بيك مهندس مدحت. مهندس مدحت، شكرا. انا بتشرف طبعا اني معاكم النهارده. اغلبكم طبعا عارفكم، طبعا اخواتي وكلنا زملاء في العمل وبنتقابل على خير دايما. انا يعني اعرفكم بنفسي، يمكن انا تقدمت بصوره اكتر من الاستهلاك، ولكن انا طبعا شغلتي الترانسبورت اند لوجيستكس من زمان جدا. انا اصلا الباك جراوند بتاعي مهندس مدني، بس اشتغلت مهندس مدني سنتين اتنين بس، وبعدين شفتنت الكارير على الترانسبورت اند لوجيستكس. نيكست بليز. انا النهارده هحاول اتكلم على اربع مواضيع رئيسيين. نيكست بليز، هي بتاخد وقت في النيكست بس اني هاو. لا، البيج نمبر 1 لو سمحتي يا استاذه بسان. ايوه، اول حاجه انا حبيت اتكلم على الباك جراوند اللي احنا جايين منه كمدحت القاضي. انا طبعا اصلا ابن غرفه ملاحه اسكندريه، تاسست غرفه ملاحه اسكندريه سنه 99 اللي اسسها والدي ربنا يديله طول عمره، اللي هو حاتم القاضي. هو اسم كبير في مجال النقل البحري في الوطن العربي كله، هو رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحه العربيه، فانا اصلا مولود ووارث الشغلانه. غرفة ملاحة اسكندرية طبعا أكيد أغلبكم عارفين، طبعا غرفة ملاحة اسكندرية اللي بيرؤسها حاليا الأستاذ محمد مصلحي، ومعاه في المجلس مروان السماك ومجموعة من أكيد أصدقائكم طريق فني ومجموعة كبيرة من الأصدقاء، وأعتقد كان في مجموعة منهم كمان في الجمعية. غرفة الملاحة ميلي هي اللي تعتبر المكان اللي بيجمع الستيك هولدرز اللي بيشتغلوا في النقل البحري وخدماته. نقل بحري يعني ايه؟ يعني لو شيب اونر، لو تملك سفن، لو شيب اوبريتور يبقى فيه، لو شحن وتفريغ يبقى فيه، لو مارين سيرفير يبقى فيه، لو تموين سفن ووقود وخلافه. فيما يتعلق بغرفة ملاحة اسكندرية، طبعا من أهداف الغرفة زي ما برضو الأهداف عندكم، إن هي بنجمع، هي تعتبر صوت صناعة النقل البحري في مصر، بتناقش كل ما يتعلق بالقرانين والقرارات والتشريعات وما إلى آخر. شعبة خدمات النقل الدولي هي أحد شعب الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد بيل وكيل، هي الشعبة الوحيدة من نوعها على مستوى الجمهورية، وهي الممثل الوحيد لمنظمة الفياتا العالمية. منظمة الفياتا هي تعتبر الـ Voice of Freight Forwarding and Logistics، يعني أي حاجة تتعلق بقرارات conventions خاصة بنقل أو لوجستيات أو غيره بتتناقش على مستوى العالم، بيبقى الفياتا دي هو صوتها. إحنا نعتبر الـ National Association للفياتا في مصر، حوالي 700 عضو. نشاطنا من شركات البريد زي ارماكس، تشال، فينيكس، شركات شحن بحري، شركات شحن جوي، شركات نقل بري، شركات تخليص جمركي، شركات تخزين. احنا توتال حوالي 700 عضو، وبنزيد تقريبا حوالي من 30 ل 35 عضو كل سنه. نيكست بليز. ده الجنرال بلان بتاع الترانسبورت اند لوجيستيك في مصر، انا حاولت اجيبه على سلايدين. عندنا مين كوريدورز للكارجو فلو، لو تشوفوا الكوريدورز اللي باللون الاحمر دي التراديشنال كوريدورز اللي هي بورسعيد دمياط على القاهره الكبرى، والاسكندريه على القاهره الكبرى، وفي كوريدور جديد اللي هو القاهره الكبرى على الصعيد، وفي اتنين كوريدورز مستقبليين احنا شايفين ان هم هيبقوا كوريدورز مهمين، اللي هي سفاجه هنا، وده هياخد شغل البحر الأحمر والمينة بتاعت القوات البحرية الجديدة، ومرسى مطروح، وده برضو كورب جديد هياخد المينة بتاعت القوات البحرية في الغرب. أنا شايف هروشة في الصوت، فلو ممكن يعني نقفل الصوت يكون أفضل عشان نركز مع بعض.
السلايد اللي جنبيها هتلاقوا ده الكونسبت بتاع الترانسبورت في مصر. الترانسبورت في مصر ما كانش متنظم، والدوله بتحاول تنظمه. بتنظمه عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي عامله دراي بورتس في حتت كتيره هتيجي في السلايد الجايه، وبتحاول ان هي جوه السيتي زي ما انتم شايفين هتلاقوا عربيات من النوع الصغير اللي احنا بنقول عليها الدبابه والجامبو والحاجات دي اللي تخش جوه البلد، وكل العربيات الكبيره تبقى في المناطق الدائريه اللي حوالين المدن. ده انا واخد القاهره كمثال، ولكن الموديل ده هيبقى هو ده الموديل المطلوب واللي الخطط الدوله بتتنفذ على اساسها. انا طبعا حبيت اوريكم الموديل ده لان اكيد اغلبكم يعني عنده مخازن وعنده اماكن توزيع او بيشتغل مع موزعين، فمن المهم جدا انه لو هو بيعمل خطه مثلا بزنس بلان 3 سنين او 5 سنين يبقى عارف البزنس بلان البارتنرز بتوعه في المستقبل يكونوا بارتنرز بيشتغلوا في حتت تتوافق مع خطط الدولة، عشان ما تفاجئوش ان بارتنر عنده مخازن في مكان ما في قلب القاهره فجاه تقولوا له تلاقوا ان المخزن بتاعه بقى مش مرخص ليه. نيكست بليز. نيكست. دي برضو فكره طبعا عن اللي بيحصل في البلد. طبعا اللي حصل في الطرق وفي في الطرق في كل مصر مش في القاهره بس يعني، والكباري اللي حصلت دي طبعا حاجات انفراستراكشر زودت من مرتبه مصر في مجال الترانسبورت. واللي بيحصل في المواني حاليا اللي احنا هنجيله برضو جاي ده هيساهم في بيعمل ترابط ما بين المواني كأماكن دخول البضاعه وما بين الطرق ووسائل النقل الاخرى الاذر مود اوف ترانسبورت اللي هي بتربط حركه البضائع جوه البلد. نيكست بليز. هنا بقى السؤال اللي دايما احب اطرحه، واحنا طبعا حضرنا الفتره اللي فاتت وشفنا الفتره اللي فاتت قد ايه كان بيفكر في حاجه واحده بس هي الكوست سيفنج، لان الريفينوز يعني ما عدا شركات الادويه مثلا اللي كانت الريفينوز بتاعنا فيري تايد ومحتاجين ان احنا نقلل الكوست. اللوجيستيك بقى از ات ا كوست اور ريفينيو؟ يعني لو انت شركه لوجيستيك بروفايدر سو اتس يور ريفينيو، بس انت لو النهارده شركه صناعيه او شركه تجاره او ايا شركه إن كانت فهو كوست. طب تعالوا نشوف مع بعض ايه الغلطات اللي اغلب الناس بتقع فيها. يعني مين بيعمل فيزيبيليتي ستادي وهو بيعمل فيزيبيليتي ستادي او هو بيعمل التيرمز اوف ريفرنس بتاعه الاستشاري اللي هيعمل له الفيزيبيليتي ستادي بيعمل لوجيستيك ستاديز؟ فيري فيو. اللوجيستيك ستادي كود سيف ا لوت. الترانسبورت مود بتاع الكارجو فلو بتاعت السبلاي شين بتاعتك ايه بتتوزع على كام ترانسبورت مود، وامتى حصل كراك في ترانسبورت مود معين وانت لقيت انك شغال بوان سنجل مود فلقيت ان انت السبلاي بتاعك وقف تماما، فدي حاجه ثانيه. مين عنده هيز اون لوجيستكس وبس في الشيرد ايكونومي كونسبت دلوقتي اللي اكيد كلنا شايفينه في كل حاجه بتحصل في الدنيا، فمش هيبعد عن مجال السبلاي شين بالتاكيد، الجروبش اند كونسوليديشن اوبورتيونيتيز المتاحه في السوق. النقطه الرابعه اللي انا قلتها من شويه ودي نقطه انا يعني بحب انبه كل حبايبي واخواتي فيها اللي هي الاكسبتابل وير هاوس سيرفيسز، لاني انا لو قلت ان 30 او 40% من الوير هاوسز اللي موجوده في مصر والبي اوت اوف ليجاليتي within the next 2 years يبقى انا مش ببالغ. حضرتك اغلب المخازن اللي موجوده في مصر ما عندهاش رخص، ما عندهاش فاير فايتنج سيستم مظبوط، والحاجات دي حاليا زي ما انتم شايفين كل حاجه بتحصل في البلد بتتنظم، والحاجات دي لو اتنظمت جزء كبير من المخازن اللي موجود في اماكن كتير اللي كلنا بنستخدمه هيطلع بره السيرفيسز. النقطة الخامسة التكنولوجي. التكنولوجي دي مطلوبة but it means that I have to spend some money. يعني فهنا التكنولوجي في مجال اللوجيستكس ما فيش ERP في لوجيستكس، يعني ما فيش سيستم ERP غالبا في procurement، بس اللوجيستيك اوبتمايزيشن غالبا مش موجود في اي سيستم. فشركات اللوجيستيك it has own systems عشان تعرف تعمل الشغلانة دي. بعد كده في المينتنس بتاع الاكويبمنت، بعد كده في البيست اوتورايزيشن واحنا طبعا دي اتكلمنا فيها في النقطه اللي فوق، بعد كده في الانفورميشن اب تو ديت، بعد كده في الانترنال اوديت. برضو مين انا عايز اسال سؤال وريت بعد ما نخلص برضو نتحاور جايز اغير فكرتي، يعني مين عندنا بيعمل انترنال اوديت لوجيستيك بتاع الديبارتمنت بتاعنا وبنعمله كم مره في السنه؟ دي الاسئله اللي هي ممكن تجاوب على يعني is it better to source out the logistic ولا to make it in-house. Next please.
بعد كده في ديفلوبمنت كتيرة قوي بتحصل في مصر، وهي عشان حصلت يمكن في الدورة البرلمانية اللي فاتت أو الحالية، يعني حاجات كتيرة قوي، يعني حاجات تمت وحاجات احنا شاركنا في وضعها وحاجات تمت غصبا عننا، ورغم مطالباتنا العديدة طلعت بالمنظر اللي احنا شفناه. بس في قانون جمارك جديد في نقط في منتهى الخطورة، وفي حاجات لازم ننتبه ليها ومش كل الناس تعرفها، يعني مش كل الناس تعرف وتفهم في الجمرك كويس. الجمرك ده محتاج يبقى فيه مستشار جمركي تسأله وتعرف قبل ما تجيب الحاجة تعمل ايه. انا للأسف بلاقي مشاريع كبيرة جدا البضاعة وصلت ولسه بيقولوا احنا ايه المستندات المطلوبة، وعلى فكرة مشاريع كبيرة جدا، انا ما بتكلمش على حد صغير، بتكلم على مشاريع ميجا بروجيكتس البضاعة تكون وصلت ولسه بنجيب الورق بتاعها، او مش عارفين احنا اصلا هنخرجها بأي نظام، ويمكن دي بتكلفنا فلوس كتيرة جدا بدون داعي. ده بالإضافة إلى أن في النظام الجمركي نفسه مش معروف لناس كتير، فالدراسات الجمركية للحاجات دي مهمة جدا. في حاجة تانية برضو تم تأسيسها مؤخرا طلعت بقانون، هو جهاز تنظيم النقل البري. ده جهاز مخصص عشان ينقل النقل من العشوائيات اللي هو كان شغال فيها لأنه يكون نقل منظم. طب ده هيعمل إيه الجهاز ده؟ هيعمل حاجات كتير، بحيث إن النقل هيبقى الاستثمار فيه كويس. هو حاليا النقل كان لفتره قريبه الاستثمار فيه مش كويس. ليه؟ لان انت بتتساوى مع ناس بيشتغلوا بطرق مش علميه، بيشتغلوا بطرق غير امنه، بيعملوا مينتنس بطريقه مش كويسه، مش مركبين اجهزه جي بي اس وغيره وغيره وغيره، فبالتالي ما كانش فيه منافسه، لان انت كراجل اند يوزر في الاخر بتقول والله انا هكلف كذا. فتنظيم العمليه بتاع النقل هيتبعه انه يبقى في فرص استثماريه في هذا المجال، فبالتالي هتلاقي يخش مجال النقل كيانات كبيره. يمكن احنا سمعنا مؤخرا عن ناس كتير لو بتسمعوا بتلاقوا فلان بيقول انا من خططي ان انا اخش في اللوجيستكس. دي الحاجات دي ليه؟ الحاجات دي عشان ابتدى في تنظيم، لو ما كانش في تنظيم ما كانش في دور من الحكومه ما كانش بقى فيه. في حاجه دلوقتي بتتعمل اسمها الاستراتيجيك بلان فور ايجيبشن بورتس، دي عباره عن ان بيعملوا مخطط عام للمواني المصريه. طب ليه بيعملوها؟ بيعملوها عشان احنا طبعا بنعمل خطط مستقبليه لمصر، بنقول المواني دي هتكفينا لمده كام سنه، طب احنا عايزين مواني جديده، طب المواني دي هتتنافس مع المواني الخارجيه ازاي، طب احنا في تخوف ان يتنافسوا مع بعض فيخسروا حصص سوقيه منهم لبعضهم، فمن المهم جدا ان تحصل المخطط العام ده. هو قرب بيخلص وهيبقى طبعا هيطلع منه ريكومنديشنز، والريكومنديشنز دي برضو هتبقى عباره عن خطط للتنفيذ في المستقبل. في الـ استخدام السكة الحديد، ما عادش كلام زي ما بيتقال، لا انتوا كلكم قريتوا مؤخرا في شركة بيتم تأسيسها حاليا ما بين هيئة السكة الحديد وشركة قابضة للنقل البري والبحري. دي الشركة دي مخصصة للنقل المتعدد الوسائط، والشركة دي هيبقى دورها ان هي بتعمل اللي بيقولوا عليه اللاست مايل. اللاست مايل اللي هو الجزئية اللي من محطة سكة الحديد للمصنع، اللي هو مثلا لو في محطة سكة حديد في 6 اكتوبر مثلا، يبقى من محطة سكة الحديد في 6 اكتوبر لحد المصنع بتاع حضرتك اللي هم 10 12 15 20 كيلو. فهي الشركة دي هتبقى مخصصة تتداول البضائع على طول شريط السكة الحديد، وتنقل البضائع دي من السكة الحديدية اللاست مايل عليه. الكلام ده كله بيرتبط زي ما قلت بخريطة تشمل حوالي 7 مواني جافة، والمواني الجافة برضو للي ما عندوش فكرة عنها، يعني هو ما فيش ولا مينا جاف في مصر up till now، يعني ما فيش ولا مينا جاف لأن أصلا ما كانش في قانون ليها، القانون بتاعها لسه منشئ مؤخرا. أول مينا جاف هيبقى في مصر هو المينا اللي حاليا في 6 أكتوبر. المينا الجاف لن يضطر إلا أنه يحط ضمانات جمركية في الجمرك في عملية نقل البضائع من المينا للمينا الجاف، كما أنه لن يضطر إلى أنه يفتح كونتينر في مينا الوصول. يعني حاليا لو أنت عملت أي بوصلة جمركية من مينا لإيداع جمركي، لأن احنا ما عندناش مينا جاف اتفقنا على كده، فأنت محتاج أو أنت هتبقى سابجكت أن الكونتينر يتفتح. المينا الجاف ما فيهوش الحتة دي. بعد كده عندنا الاس سي زون اكسبانشن، ده طبعا أكيد عارفين أن اللوجيستيك هو عنصر أساسي فيه. الانفراستراكشر ده كله بيعمل إيه؟ بيعمل efficient logistics.
فالكلام ده كله بيمشي، بس في نفس الوقت عندنا مشكله ان اللوجيستيك كوست بيزيد. اكيد كلنا طبعا يعني بنعاني من بعض الحاجات اللي بتعلي الكوست مؤخرا، يعني يجوز ان النون البحري ما يكونش عالي قوي، بس مثلا الـ THC عالي، التحميل مش عارف من الساحات الخارجيه عالي، الشركه الوطنيه مصاريفها عاليه. مؤخرا مثلا في الدفاع المدني بعد حادثه بيروت عملوا رسم جديد على الكيميكالز بانواعها، يعني اي كيميكالز قابله للانفجار، وانتم عارفين طبعا اساتذتنا كل الكيميكالز قابله للانفجار، عملوا عليها رسم 105 جنيه على الكيلو، يعني الكونتينر للقاهره يكلف تقريبا 22,000 جنيه. فدي كلها طبعا بتزود الكوست، فده تحدي جديد علينا طبعا. بس طبعا احنا في نظير السلامه طبعا بنضحي باي حاجه. نكست بليز. انا مثال دي كانت اخر سلايد، بس انا عملت مجموعه من الكونكلوجن، خلينا ما نروح لهاش يعني، بس ممكن نرجع لها لو في اسئله بعد كده. بشكرك كتير، لو بعد ما نخلص انا جاهز لاي اسئله. شكرا شكرا مهندس مدحت. في قبل ما اتنقل لباسم، كان عندي سؤال بخصوص المخازن او التحديات اللي هتقابل الناس بعد سنتين، او اهميه استعداد الناس خلال السنتين دول، لان المخازن تبتدي يحصل منظومه اكثر يعني فيها مرونه مختلفه بما يتعلق بالتراخيص الحكوميه. ايه النصيحه طيب الناس اللي عندها دلوقتي بتشتغل وتستثمر في مخازن او بتستخدم مخازن في مناطق بعيده، رايك ايه يا باشمهندس في الموضوع ده؟ ايه اللي تقدر يعني انا رايي طبعا حضرتك يعني قبل ما تعملوا اي عقود ميك شور ان الرخص موجوده وفاليد، موجوده وفاليد. وطبعا في حاجات رئيسيه اللي هي الدفاع المدني، وحضرتك ده جزء مهم جدا. ما فيش مخازن جديده هترخص جوه السيتيز دي، برضو حطها في بالك. يعني اذا حد قال لك انا عندي وباني وهرخص، لا، هو ما فيش حاجه هتترخص سيمبلي لان الدوله بتبني مودلز بره البلد. فهي لو الناس قعدوا يعملوا جوه ما حدش هيستخدم الحاجات بتاعتهم اللي بره. فده ككونسبت برضو نبقى عارفين ان ده الكونسبت ده هيشتغل. الحاجه الرئيسيه اللي حضرتك تعملها، انت لو هتبني يور اون، يعني لو حضرتك مش شغال في المخازن، يعني لو انت هتشتغل في الاندستري او في التوزيع او في اي حاجه، حضرتك حاول ان انت تختار حتت تكون اصلا هي حتت مناطق مترخصه كمخازن. يعني ما نروحش مثلا في منطقه سكنيه ويكون فيها حته تصلح مخزن، بس اصلا المنطقه السكنيه الخريطه بتاعه المدينه مش مترخصه اصلا كمخزن، لان ما فيش تغيير استخدام. برضو تغيير استخدام في كل المناطق، ما في رخصه المخازن هتبقى تنميه صناعيه، ما فيش رخص مخازن هتطلع من الاحياء. دي نقطه عايز اقولها لكم. وده على فكره ده كلام قولا واحدا، يعني ما فيش فيه تغيير، يعني ما حدش يعلن الكلام ده هيتغير. فهنبقى احنا محتاجين ان احنا نشتغل يا اما مع مخازن مترخصه وموجوده وبنستغلها، يعني مع مشاريع بتتبني في اراضي متخططه ان هي تكون مخازن. تمام. انا بشكر حضرتك جدا. هنرجع لك اكيد لبعض الرؤى اللي تتعلق بالاتجاهات الحكوميه. ناخد دلوقتي طبعا في اسئله. انا عارف ان في كتير من الاودينس، انا شايف احنا معانا حوالي اكتر من 50 حد على الكونفرنس، متاكد ان في اسئله كتيره. بعد ما نخلص هنفتح وقت ونستقبل على قد ما نقدر من الاسئله اللي موجوده. هروح للدكتور باسم رئيس لجنه الاغذيه بالجامعه المصريه لشباب الاعمال، وهساله اسالك ازيك يا باسم؟ اهلا محمد، ازيك؟ اهلا بيك. عايزينك تدينا فكره يا باسم عن القطاع بتاع الامداد من حيث بقى الكفاءه والاستدامه بالذات. يا ريت لو تدينا كده انسايتس على بما يتعلق بالقطاع الغذائي، المواد الغذائيه، اللي انت شفته من اللي حصل والتاثير اللي حصل في الكوفيد 19، بتقدر نسمعه منك تنصح بيه كل المهتمين بالقطاع الفترة الجاية. بشكرك طبعا يا محمد، وبرحب بزمايلي على البانل، وبشكر اكسبو لينك والاي جي بي ان هم ادونا الفرصة ان احنا نتكلم في الموضوع ده. في الحقيقة من ساعة بداية موضوع الكورونا او الكوفيد 19 من حوالي 6 أو 7 شهور، وكان في أزمة كبيرة في سلاسل الامداد او السبلاي تشين. بمعنى ان النهارده لو لاحظنا ان هنلاقي ان اغلب الدول الصناعيه الكبرى هي اللي كان عندها مشكله وحياتها توقفت تماما،
ده بدايه من الصين لالمانيا لايطاليا لاجزاء كتيره في امريكا. فالنهارده كل ده اثر على صناعات كتيره جدا، ويمكن اثر كمان على منتجات نهائيه زي مثلا المستلزمات الطبيه مثلا والمواد الغذائيه. فيمكن وجود الصين كعنصر اساسي في الصناعه على مستوى العالم كله يعني، يمكن وهي كانت اول دوله قفلت، فده اثر بشكل كبير جدا على مصانع كتيره جدا بكل قطاعاتها وكل تخصصاتها يعني. ف يعني الفتره اللي جايه دي اكيد لازم هيبقى فيه تغير شويه في وجهه نظر المصنعين واصحاب القرار في بعض الدول، ان لازم يبقى فيه تنوع مصادر عشان يبقى عندي استدامه في سبلاي تشين عندي، يبقى لازم يبقى عندي تنوع من المصادر. النهارده في الاغلب كان بيعتمد على مصانع في الصين، والصين لما قفلت لمده شهرين وثلاثه واربعه حصلت المشاكل دي كلها. فالنهارده اولا لازم ندي البرايورتي للمنتج المحلي، سواء لو بنتكلم على مصانع في مصر فلازم يبتدي يدي نفسه هنا في اي حته ايا كانت الدوله، يعني ان هو يدي البرايورتي للمنتج المحلي بتاعه. فده وده هيحتاج بعض التدعيم من الحكومه يعني للقطاع الخاص يتجهوا للمشاريع اللي زي دي. ثانيا ان لازم برضو نبتدي نتجه للمصادر من دول قريبه، يعني لو مثلا احنا بنتكلم برضو هنا في مصر لازم نتكلم على دول في الشرق الاوسط، او بنتكلم على دول في جنوب المتوسط. كل ده لازم نبتدي ننوع مصادرنا علشان نعدي من الازمه دي. وبس ده 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 من وجهه نظري. فهنحتاج نسمع حلول عن او دعم من الحكومه الفتره اللي جايه للصناعات اللي زي دي يعني. تمام، زي ما قلت هنرجع ممكن مهندس مدحت يغطي النقطه دي بعد ما اروح لمهندس محمد فتحي. محمد ازيك؟ اهلا محمد، اهلا بيك، وبرحب بالحضور النهارده، وبشكر اكسبو لينك واي جي بي ان هم اختاروا الموضوع الشيق ده الصراحه والمهم في التوقيت ده كمان بالذات عشان نتكلم فيه. عايز اقول حاجه مهمه قبل ما محمد يبتدي. محمد هينقل لنا ريل اكسبيرينس حقيقيه بتاعت يونيليفر عملت ايه في محمد اكسبوز بيتعامل مع الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومصر طبعا، ففي مناقشه كانت الحقيقه مثمره جدا معاه. هو عدى بتجارب، شاف الوضع في الكوفيد 19 اتعاملنا ازاي، وشاف يعني عايش حاليا في تخطيط للمستقبل في قطاع نقدر نقول عليه الانترناشونال. فسيبك يا محمد يعني نسمعك وتقول لنا ايه التجربه الفعليه اللي انت عشتها والميزه التنافسيه اللي احنا ممكن نقدر نشوفها موجوده في مصر نقدر نستغلها. تمام، انا هتكلم طبعا الاول على الصدمه اللي حصلت في شهر فبراير وأونوردز، وازاي اتعاملنا معاهم او اغلب الشركات العالميه والمالتي ناشونالز متعدده الجنسيات اتعاملت بنفس تقريبا المانيوال اللي حصل يعني. ده هتكلم عليه بفتره يعني قليله، بس هركز اكتر على المستقبل وازاي احنا ممكن نستغل حاجه زي اللي حصلت دي انها تفيد الاستثمار والتصدير في مصر، وطبعا السوق المحلي ازاي برضو ممكن يستفيد، او المستثمرين المحليين ازاي يستفيدوا من حاجه زي كده. انا طبعا هستخدم صور لان الصور ابلغ بكتير من اي كلام. احنا صحينا في فبراير على المنظر ده، العالم فعلا حصل له شات داون فجاه بصوره ما كانش حد ممكن يتخيلها او يتصور ابعادها بالشكل اللي حصلت فيه او بالسرعه اللي حصلت فيها. المنظر ده هو فعلا حسينا بيه بدايه من نص فبراير لغايه مارس. حصل شات داون تقريبا لمعظم مصانع السبلايرز بتوعنا بالذات اللي في الصين وفي الهند. حصل طبعا لخبطه كبيره جدا في عالم اللوجيستكس. انا هديكم امثله سريعه يعني، مثلا في المنطقه بتاعتنا التجاره بين الامارات والسعوديه للي عارف السوق الاسواق ديت الخليج مبنيه على سوق التراكس، يعني النقل كله نقل بري مش بحري. احنا صحينا في مارس، اول مارس تقريبا السعوديه خدت قرار انها تقفل المنافذ البريه كلها ما عدا شحنات الأدوية والأكل الغذاء. فطبعاً ده خلق حالة من الهرجلة والبانيك. كل الشركات اضطرت أنها تلجأ ساعتها للنقل البحري، واتحول كل التجارة وكل الشغل لمواني بحرية بالنسبة لمنطقة الخليج كلها، بعد ما كان تقريباً 90% من التجارة معتمدة على النقل البري وحركة التراكس وحركة
البر بين البلاد كلها، بين الكويت والامارات والسعوديه. طبعا لو نكست السلايد الثانيه بعد اذنكم. ده طبعا تأثير، يعني صورة بس كده مبسطة ايه اللي حصل في الدول الصناعية الكبرى. ده الريال جي دي بي، اللي هو الجي دي بي اللي متعدل من غير انفليشن. الجي دي بي في الدول الصناعية الكبرى وقع بأرقام عمرها ما حصلت من سنة 45 تقريبا. انجلترا اكثر الدول تضررا، حوالي 21% او 22% وقوع في الريال جي دي بي. فرنسا، ايطاليا، كندا، حتى المانيا اقوى اقتصاد يعني عالمي وفي اوروبا بالذات، حصلها هيت كبير جدا في الكوارتر الثاني في 2020. طبعا البانيك اللي حصل ساعتها وعدم الجاهزيه لحاجه على المستوى العالمي، ده مش حاجه مأثره على مكان او زي ما كان بيطلق على دول الشرق الاوسط اللي هي الفوكا كانتريز، اختصار لفولاتايل وكومبلكس وانسرتن وامبيجوتي. ده حصل فوكا عالميه، يعني حصل حاله من الشلل العالمي والسبلايرز وكل السبلاي تشين وسلاسل الامداد، حصلها تاثير بنسب كبيره جدا على كل القطاعات، يعني على معظم القطاعات ما عدا قطاعات محظوظه معينه زي قطاع الاي كوميرس وامازون او قطاعات الادويه. يعني في قطاعات فيري فيو نجت من الخبط ده، انما معظم الامباكت حصل على كل الدول، وعلى كل الدول الصناعيه الكبيره كمان بصوره اكبر من الدول الصغيره. فده طبعا خلق حاله من البانيك العالمي. يعني طيب الشركات العالميه ابتدت اكشلي من فبراير، من اول فبراير، من قبل ما الازمه تشتد قوي، ابتدت تاخد بالها ان في حاجه كبيره ما حصلتش قبل كده هتحصل. فممكن نكست سلايد بليز. الموديل ده هو مش موديل خاص بنيفر، بس ده موديل تقريبا معظم الشركات المتعددة الجنسيات العالمية اشتغلت عليه بنفس الترتيب دوت. أول حاجة اهتموا بيها هو حماية العمالة بتاعتهم أو حماية الورك فورس الموجود. أنا حدي أمثلة، يعني إحنا أنا آخر سفرية سافرتها كان في يناير، وكان عندنا بلان كبيرة جدا للربع الأولاني لكوارتر 1. كان عندنا اجتماع مهم جدا في مصر كان هيحصل في الأسبوع الثالث من فبراير. اول حاجه حصلت، اول يعني امباكت حسينا بيه، ان الاجتماع ده اتلغى واتمنع السفر من اول فبراير عالميا. حتى قبل ما المطارات تقفل وقبل ما حركه الطيران نفسها تقل، ابتدى يحصل شويه اجراءات كده عمرنا ما شفناها قبل كده، ان اتمنع السفر عالميا، اتلغت كل الاجتماعات، ابتدى يحصل سيناريوهات هنتعامل ازاي مع الازمه دي لكل مصنع ولكل شركه. ابتدى يحصل قرارات ان مفيش مكاتب، هنشتغل كلنا فروم هوم او اجايل وركينج، مش هنروح مكتب. فاول حاجه الشركات فكرت فيها ازاي النهارده انا احمي الورك فورس بتاعي من الامباكت دوت. ابتدى يحط بوليسيز جديده، ابتدى يحصل كوميونيكيشن مع كل كوميونيكيشن اتعامل معاها الكونتراكترز بتوعنا. ابتدى يحصل تنظيم لحركه المصانع، مين اللي هيروح المصنع بالظبط، والمخازن اللي هي محتاجه تواجد بشري فيها، بقيه الفانكشنز الثانيه او بقيه الاقسام الثانيه مش محتاجه تواجد بشري في المكتب، هنشتغل ازاي بالاونلاين. ابتدى يحصل تربطات مع الحكومات، لو هيحصل حالات هنتصرف فيها ازاي، الدعم اللي هناخده من الحكومه. فاول ستريم حصل عليه تركيز من اول فبراير، من قبل الازمه تشتد، كان الورك فورس بروتكشن. الحاجة التانية، أول ما خلاص خلصنا البروتكشن، دخلنا النهاردة في سلاسل الإمداد، هنعمل فيها إيه؟ الخبطة دي ابتدى تأثيرها يبان. فأول حاجة حصلت تعامل مع السبلايرز، مع الموردين بتوعنا. النهاردة هل عندنا مورد بديل؟ في باك أب سبلايرز، هنطلع السبلاي من الصين نوديه فين؟ مين اللي هيورد؟ شفتنا موردين من الصين لموردين أوروبيين، طبعًا بتكلفة أعلى بكتير. ابتدى يحصل شغل كبير جدًا مع السبلاير، وكان في سبلايرز ما عندهمش مشكلة. المشكله كانت في المواني بتاعتها، وده بيدل برضو على درجه اهميه اللوجيستكس او القطاع اللوجستيكي في الازمات اللي زي كده. يعني المورد نفسه كان مصنعه شغال بس مش قادر يشحن الماده الخام بتاعته عشان المينا واقف او الطيران واقف. ابتدينا بعد كده نبص على داخليا المخزون بتاع الشركات، احنا عندنا مخزون من ايه، المخزون بتاع المواد الخام بتاعنا يكفينا قد ايه. عملنا زي اولويات للانتاج في، يعني في كل شركه عالميه بيبقى في ترتيب للمنتجات بتاعتها، كلاس A B C D،
فمن ضمن القرارات مثلا اللي احنا خدناها ان مش هنستخدم المواد الخام بتاعتنا في كلاس سي ودي، هنوقف الانتاج تماما في المنتجات الاقل اهميه وهنركز المخزون ده للمنتجات الاكثر طلبا في الاسواق. بعد كده ابتدينا نبص برضو على خطوط الانتاج، ايه المواد اللي احنا كنا مثلا من الشركات المحظوظه ومش محظوظه، يعني كان عندنا قطاعات وقفت تماما زي قطاع الايس كريم. الايس كريم عالميا هو منتج بيستخدم خارج البيت اوت دور، السيزن بتاعه بيبدا للاسف من شهر 4، طبعا ده كان في عز الازمه، فكل المصانع اللي كان فيها ايس كريم برودكشن وقفت تماما. طب ازاي نستغل خطوط الانتاج دي في منتجات بديله ممكن يكون عليها طلب؟ ازاي نعدل المنتجات بتاعتنا زي اللايف بوي والحاجات اللي هي مطهرات، انها نمشي بسرعه ان احنا نغير شكل الباكجينج بالموجود عندنا ونحن نطلع منتجات سريعه لتلبيه حاجه الاسواق. ابتدينا بعد كده نبص طبعا على الديماند مانجمنت بتاعنا، الاس ان او بي بروسيس، شايفين ايه المنتجات اللي هتطلب اكتر في الاسواق. وحصل يعني برضو ريجوليشنز مفاجاه ان كتير من الدول منعت تصدير المطهرات والمنظفات لدول تانية، فطبعا ده غير الديماند سيجنال بتاعنا وابتدى يعني عندنا خريطه تانية للانتاج من المصانع المتواجده في الشرق الاوسط او على الاقل في المنطقه اللي شغال فيها. طبعا زي ما اديت مثال السعوديه والامارات، اللوجيستكس كلها اتغيرت بتاعت المنطقه، الشحن من المواني زاد جدا، الشحن البري قل بدرجه كبيره جدا. فطبعا كل ما يخص اللوجيستكس وقطاع اللوجيستكس حصل له نظره ثانيه. طبعا الدامجز الغرامات والارضيات والكلام ده زادت بشكل مرعب، لان حصل ضغط كبير جدا على المواني، وانا هاجي للنقطه دي بعد كده بالنسبه لمصر. فطبعا التكلفه بتاعت النقل زادت، الارضيات زادت، تكلفه اللوجيستكس كلها زادت بشكل كبير جدا في الربع الثاني والثالث السنه دي. بعد ما اتكلمنا على الانترنال سبلاي تشين، ابتدينا نتكلم مع العملاء بتوعنا. النهارده قطاع زي الاي كوميرس وطبعا امازون استفادت جدا من الموضوع ده، زاد جدا في الفتره اللي فاتت، فابتدينا نتكلم مع الكاستمرز بتوعنا سواء في قطاع الاي كوميرس او في القطاعات الطبيعيه بتاعتنا او التقليديه. الكاستمر بروتكشن، ازاي نتكلم مع العميل، نحضر اجتماعات معاه ازاي، ننتراكت ازاي مع العميل، والكاستمر اوتريتش. كل الكلام ده كان طبعا بعد ما خلصنا تظبيط السبلاي تشين بتاعنا وعرفنا ايه اللي ممكن ننتجه وايه اللي ممكن نبعته للعميل والليد تايم بتاعنا عامل ازاي. فطبعا الكاستمر انجيجمنت بيجي دايما بعد ما بنعرف حجم المشكله الداخليه عامله ازاي في السبلاي تشين والحلول اللي عندنا نتغلب عليها، وبنعرض الحلول دي على كل كاستمر. بيجي بعد كده دور الإدارة المالية، بيعملوا طبعا سيناريوهات كتيرة جدا، الأزمة دي هتقعد قد إيه، التكلفة زادت قد إيه، طب إزاي ممكن المصاريف اللي ممكن نتخلى عنها ونقللها علشان نعوض الخسارات ديت. فطبعا بيبقى في سيناريوز كتيرة جدا، طبعا بتتغير كل يعني مش عاوز أقول كل 3-4 أيام، بس بتتغير على الأقل مرتين في الشهر. وبنعمل ستريس تيست، بنشوف كل بلد ايه اللي ممكن البلد الثانيه في الريجن نفسه تعوضها، ايه الحاجات اللي عندنا فيها مشاكل. يعني احنا اخذنا طبعا تكلفه عاليه جدا حتى في شمال افريقيا ما بين الجزائر وليبيا والمغرب، النقل برضو حصل العكس بقى، النقل البحري وقف واضطرينا ننقل بري بتكلفه اعلى بكتير جدا. يعني القطاع اللوجيستكس قطاع الصراحه دايناميك جدا، بيحصل فيه حاجات عكس بعض، يعني في بلاد كان ارخص لنا فيها النقل البري وقف واضطرينا نشحن بحري، وحصل العكس تماما في شمال افريقيا، النقل البحري اللي احنا معتمدين عليه وقف وابتدينا نستخدم تراكس جوه بين البلاد نفسها بتكلفه عاليه جدا. طبعا الشركات العالميه مستعده تدفع تكلفه كبيره مع انها تطلع اوت اوف ستوك او المنتج ما يكونش موجود. يعني احنا فكره ان المنتج نفسه يبقى مش موجود في السوق دي فكره مش موجوده، فبنضطر نلجا لحلول حتى لو هتكلفنا تكاليف كبيره جدا ان انا اوصل المنتج بتاعي للسوق وللمستهلك اللي محتاجه. اخر حاجه طبعا بيبقى فيه ليدرشيب الاينمنت، مين مسؤول عن ايه، مين بيتكلم، مين بياخد القرار، مين بيرجع لمين في الحاجات دي كلها، الراوند تيبل الموجود. فطبعا ده الاينمنت بتاع ليدرشيب، وكل واحد يعرف يرجع لمين وياخد القرار امتى، لان طبعا الاحداث كانت بتتسارع بصوره سريعه جدا احنا مش متعودين عليها في شغلنا. يعني سرعه القرارات اللي اتخذت وسرعه التغييرات اللي بتحصل كانت محتاجه طبعا الاينمنت من نوع مختلف مع صانع القرار علشان ما فيش حاجه تتعطل في الروتس الطبيعيه اللي احنا متعودين نشتغل بيها. ده باختصار الشكل العام اللي احنا او اي شركه عالميه اشتغلت عليه بنفس الترتيب دوت،
ويعني الحمد لله نجحنا ان احنا نعدي جزء كبير من الازمه باقل الاضرار. هو ما فيش حد ما اتضرش، كلنا اتضرينا، بس في ضرر عن ضرر بيفرق. يعني احنا عملنا كل المجهودات بتاعتنا ان احنا نقلل الاكسترا كوست. ده هياخدني للجزء الثاني من البرزنتيشن، هو احنا فين من القصه دي كمصر او كبلد وكلوجيستكس. بعد اذنك السلايد الثانيه. هي لسه ما اتغيرتش السلايد، لا ممكن. كده تمام. كده بانت. دلوقتي انا برضو هستخدم صوره تانية لانها صوره معبره جدا من الايكونومست. لو حضرتك هتشوفه هتلاقوا ان الديسيز ما اختفاش، يعني هو التوقع ان احنا هنكمل بالكورونا. يعني الراجل في الصوره دي شايل الكورونا على ظهره ومكمل بيها وطالع اكشلي، بس في فاتوره النهارده هتدفع في الدات النتيجه اللي حصل والفاتوره اللي هتحصل. ازاي النهارده نتعامل مع هذا الموضوع؟ مش هتكلم على يونيليفر كشركه، انا هتكلم النهارده على مصر. انا هبني على كلام المهندس مدحت على اللي بيحصل في قطاع اللوجيستكس في مصر. انا عاوز اقول ان انا بشتغل في اكتر من بلد في الشرق الاوسط، وبرضه ليا علاقه بافريقيا، شمال افريقيا بالتحديد، وايست افريقيا كمان في كينيا. انا عاوز اتكلم اول حاجه ان مصر الميزه الاساسيه اللي فيها هو عدد المواني. يعني احنا النهارده شفنا في عز الازمه دي في بلاد بتتشل، وبلاد يعني قريبه مننا السعوديه مثلا، مع ان فيها 3-4 مواني بس اعتمادها رئيسي على ميناء جده مثلا. في ميناء الملك عبد الله، في ميناء في الدمام، بس اولا استخدامهم قليل جدا وتكاليفهم عاليه قوي. فلما بتحصل ازمه زي دي الكل التصدير او الاستيراد كله اللي كان بيجي بري بقى بيجي بحري، فحصل ضغط على الانبوت اللي جاي للبلد. طبعا كل التصدير اللي طالع من بلد بيطلع برضو من نفس الميناء، فبيحصل نوع من الشلل. الكلام ده حصل معانا في السعوديه، حصل معانا في الكويت، حصل معانا في البحرين، حصل معانا في عمان في ميناء صلاله، لدرجه ان مثلا في بلد زي الكويت البضاعه كانت بتقعد اكتر من 40 يوم عشان تطلع، طبعا نتيجه الضغط على الميناء ونتيجه ان في مش كل العماله في الموظفين شغالين، فبيحصل طبعا تاخير وبيحصل غرامات وارضيات كبيره جدا بتدفع. لما اجي ابص على بلد زي مصر النهارده، احنا النهارده بنتكلم على عدد كبير جدا من المواني. انا بتكلم على مين المواني احنا بنستخدمها، مينت اسكندريه، مينت الدخيله، بورسعيد، السخنه، يعني بنتكلم على مواني على كذا مدخل ومخرج للبلد، على بحر ابيض وبحر احمر. احنا بنتكلم على، طبعا مش هتكلم على قناه السويس انها يعني كليشيه في الموضوع ده، بس انا هتجنب الكلام على قناه السويس بالتحديد، بس بتكلم النهارده احنا عندنا اكتر من منفذ للبلد. توزيع الشغل على المواني توزيع متكافئه، ما بيحصلش تكدس. وانا اقدر اقول ان احنا في الازمه دي اقل بلد دفعت ارضيات وغرامات كانت هي مصر بالنسبه للامبورتس اللي بتجي لها وتخليص الواردات. انا عارف ان في مشاكل في الجمارك عندنا وفي مشاكل في الارضيات، بس انا بقارن النهارده الوضع اللي كان موجود مقارنه ببلاد كانت متقدمه عندنا شويه زي السعوديه او الامارات او الكويت. لا، احنا النهارده عندنا ميزه كبيره جدا في عدد المواني الموجود. لو هتكلم تاني على الحاجه المهمه ان انا اقدر النهارده ازاي اسوق لمصر كبلد في الازمه دي واطلع من المشكله بفرصه. يعني هي دايما الناس الشاطره المشكله بتعم علينا كلنا وكلنا بنتضرر، بس في ناس بتعرف تقلب او تطلع فرص من المشكله ديت، وفي بلاد شاطره في الموضوع ده كمان. لو النهارده انا هسوق لمصر، للاسف التسويق اللي بيحصل، انا بتكلم على قطاع الاستثمار والاف دي ايز والاكسبورتس، التسويق دايما بيحصل بلغه قديمه شويه، يعني لغه العماله الرخيصه او التكلفة الطاقة الرخيصة. العالم النهاردة مش عاوز يسمع الكلام ده، أو عاوز يسمعه هو جزء من المعادلة، بس في حاجة أهم منه جدا بعد الأزمة دي العالم النهاردة بيدور عليها، اللي هي قطاع اللوجيستكس والليد تايم، وإزاي الدولة دي أقدر أتصرف فيها في حدود يعني أزمة زي كده. النهاردة إحنا عندنا عدد مواني كبير جدا، النهاردة إحنا برضو عندنا تكلفة الديستريبيوشن في مصر كوير هاوسينج وترانسبورتيشن نقل وتخزين تعتبر يعني تكلفة تنافسيه جدا مقارنه ببلاد كتيره حوالينا. يعني النهارده لو هتكلم مثلا على كينيا، هاخد اكزامبل مثلا، التخزين في مصر يعتبر ربع التكلفه بتاعت كينيا، او ارخص مخزن في كينيا يعني عشان اديكم مثال ده دبل تكلفه بتاعت الافريج في مصر. فالنهارده تكلفه الديستريبيوشن في مصر قليله جدا، عدد المواني كبير جدا على بلد. يعني البلاد عموما عندها ميناء اتنين، احنا عندنا عدد كبير ما شاء الله من المواني بطاقات استيعابيه كبيره جدا.
الحاجه الثالثه المهمه، الموقع طبعا بتاعنا مساعد ان احنا ليد تايم النهارده والاكسسبيليتي لبلاد كتيره مميز جدا. يعني النهارده لو بتكلم هديكوا كذا مثال على اوروبا وعلى افريقيا، كينيا هي مفتاح ايست افريكا كله، واي بضاعه هتوصل ايست افريكا لازم تخش معظم البلاد اللي في ايست افريكا هي بلاد داخليه ملهاش سواحل، يعني المنفذ الرئيسي هو ميناء مومباسا. النهارده لو بتكلم على بلد زي كينيا، مصر بيطلع منها عدد مهول من المراكب كل اسبوع، يعني ميناء بورسعيد بيطلع منها 3 مراكب بفيكس سكادول، يعني بصوره مستديمه وايام ثابته، ودي ميزه كبيره جدا لاي حد بيشتغل في البلاننج في المصانع وفي التصنيع. لو انا النهارده عارف ان انا عندي مركب طالعه حد ثلاث خميس، بعرف انظم البضاعه بتاعتي. يعني في الاسبوع الواحد في ميناء بورسعيد عندي 3 مراكب، ميناء اسكندريه عندي فيها مركب طالعه كل اسبوع لكينيا، ميناء السخنه فيها مركب بتطلع كل اسبوع. فلو انا النهارده عاوز اوصل لبلد زي كينيا، عندي 3 اوبشنز من 3 مواني مختلفه، عندي 5 مراكب بتطلع كل اسبوع، الليد تايم بتاعي بيتراوح ما بين 15 يوم ل 25 يوم تقريبا، وده ليد تايم يعتبر معقول جدا. فالنهارده كموقع جغرافي وكاكسسبيليتي لبلاد، مصر مهيئه تماما انها تلعب دور كبير في موضوع اللوجيستكس. لو بتكلم على اوروبا، احنا النهارده يعني بنتكلم بعد الازمه دي مع الجلوبال تيم بتاعنا ان ممكن ينقلوا مصانع من يوروب يجيبوها مصر. الاوروبيين على عكس مثلا الكينيين او افريقيا مهووسين بالليد تايم وبالكاستمر سيرفيس، يعني هو تركيزهم الاساسي مش الكوست. طبعا الكوست مهم، بس الاهم من الكوست في وجهه نظرهم هو الليد تايم. فالنهارده لما بتكلم مثلا على يوروب كلها، انا النهارده عندي اكسسبيليتي من اسكندريه لايطاليا، لجنوا في مينا جنوا في ايطاليا في 5 ايام. لما بتكلم النهارده معاهم بنقول لهم والله احنا ممكن نبعت لكم البضاعه في 5 ايام وتسحب من مينا جنوا بالتراكس لكل يوروب في 6 ايام، يعني الافريج بتاعك او ابعد نقطه في يوروب هتتغطى في 11 يوم، اقل نقطه في 5 ايام، الافريج تايم بتاع يوروب كلها لن يزيد عن 8 ايام. الحاجات دي مهمه جدا في اتخاذ القرار بتاع التصنيع والاف دي اي. يعني النهارده الناس دي بتدور على الليد تايم، على ازاي ان انا المخزون بتاعي في اوروبا يبقى قليل جدا، يبقى ما اخزنش كتير عشان الوقت الليد تايم بتاعي عالي جدا. فالكلام ده كله النهارده يعني لو ضفت التنوع المواني واسر الليد تايم والشغل اللي حصل بين الدوله الصراحه في الثلاث سنين اللي فاتوا في الطرق والجزء اللي اتعرض في الاول، الطرق والمواني والنتورك الموجوده النهارده والمستقبليه، بتخلي مصر النهارده المكان المثالي ان هو يبقى الباك اب هب لسبلايرز كتير. انا في رايي احنا فقدنا الفرصه ان احنا نبقى مركز تصنيعي كبير بالنسبه للعالم يعني كصناعيا، بس النهارده في فرصه ممكن النهارده تبقى واضحه جدا ازاي اقدر اسوق لمصر كبلد انها تبقى الباك اب سبلاير بتاعي. الباك اب سبلاير يعني في سبلاير رئيسي هيفضل موجود في بلد معينه، بس انا عايز بلد تانية النهارده تبقى قريبه عندي فيها اكسسبيليتي عاليه، الكوست بتاعتي اقل من يوروب وافريكا في اماكن كتير جدا. عندي الحاجه اللي عاوز اقولها كمان ان في جيل النهارده من المديرين المصريين والبروفيشنالز المحترفين بالذات اللي اشتغل من 2010 ل 2020، يعني ال 10 سنين دولت خلقت جيل النهارده عندنا مناعه شويه ضد الصدمات. يعني انا لما بيحصل حاجه زي الكوفيد او اي مشكله عالميه كبيره، الرياكشن بتاعنا ان احنا شفنا حاجات كتير جدا من وقت الثوره لغايه دلوقتي، وشفنا مشاكل ما حصلتش في بلد في وقت قصير زي ما حصل عندنا، بس طريقه التعامل بتاعها وان احنا اتغلبنا عليها بتدينا حلول كتيره جدا نعرف نتعامل مع ازمات مستقبليه. طريقه التعامل مع كوفيد بالنسبه مثلا للتيم اللي في مصر او التيم اللي في الشرق الاوسط اكيد كانت احسن من زميلي اللي قاعد في سويسرا وشاف حاجه زي كوفيد لاول مره في حياته، او اللي قاعد في جزء تاني في اوروبا متعود على الاستقرار التام والدنيا هي كل يوم بتتكرر بنفس الموضوع والدقة والمواعيد وكل حاجة. فأنا عايز أقول إن الخلطة دي كلها أو الميكس الموجود ما بين عدد المواني، ما بين التكلفة، ما بين القدرة البشرية الموجودة، ما بين الليد تايم القصير لأسواق كبيرة جدا. يعني حتى في أوروبا إحنا عندنا التمركز السكان، اوروبا تقريبا لو من غير روسيا هتبقى حوالي 600 مليون واحد، في تلتهم تقريبا ما بين فرنسا وايطاليا واسبانيا وانجلترا. انا يعني كموقع مصر انت عندنا 4-5 ايام بوصل لتلت يوروب اللي هو اللي فيها البيجست
كاستمر او بيجست كونسيومر سبند او الاسواق الرئيسيه في اوروبا. ازاي النهارده انا اخد كل الكلام ده واعرضه على الناس بره وابتدي اجيب يعني فرص ان انا ابقى باك اب سبلاير لحاجات كتير. للاسف احنا لسه اللينك ده مش موجود بين اللوجيستكس. وانا في رايي ان النهارده في الاف دي ايز وفي في الانفستمنت اللوجيستكس هي نيم اوف ذا جيم. طبعا يجي وراها تكلفه العماله وتكلفه الطاقه والاراضي والكلام ده كله. بس اكيد النهارده لو رحت قلت المستثمر احنا عندنا وان ستوب شوب في مصر الاستثمار مش هيجي، يعني الموضوع ده قديم جدا خلاص. بس لو شرحت له النهارده باللغه اللي هو عاوز يسمعها بالارقام اللي هو بيدور عليها، تكلفه الكونتينر من ساعه ما بيطلع من المصنع لغايه ما بيروح المينا وعدد المراكب الموجوده وتكلفتهم والنولون البحري والكلام ده كله، لو احنا عندنا بنعمل في شغلنا ديتيلز لكل حاجه بتتصرف بكل ريسيت بيتدفع، لو عرفت اعرض الكلام ده بالصوره اللي بيدور عليها المستثمر اعتقد عندنا فرصه كبيره قوي. نكست سلايد. معلش هي اخر سلايد عندي. اللي انا بس عايز اقوله ان الفرصه دي لو ما اتحركناش بسرعه هتضيع تماما. العالم النهارده ابتدى يتحرك في السور دايت، يعني ده خبر نزل من حوالي 6 أسابيع ومحدش علق عليه في مصر خالص، عدى كده بمنتهى الهدوء. النهارده سامسونج بعد الكوفيد هتفتح مصنع او تقريبا في المناقشات النهائيه هتفتح اسامبلي بلانت جديد او مصنع تجميع جديد في باكستان. طبعا سامسونج مصنعها الرئيسي بالنسبه للتليفونات هو فيتنام، وفيتنام طبعا اكيد يعني المثال ده اتقال كتير قوي في مصر. فيتنام بتصدر تليفونات او موبايل فونز ب 60 مليار دولار في السنه، 60 بليون دولار. ده ضعف الصادرات المصريه المجتمعه من كل القطاعات الغير بتروليه. يعني مصر تقريبا بتصدر بحوالي 30 مليار، بلد واحده في قطاع واحد في منتج بتصدر ب 60 مليار. النهارده شركه زي سامسونج بعد كوفيد بتدور على مصانع باك اب عندها. مش هتنقل كل حاجه من فيتنام تنقلها باكستان، بس باكستان لو خدت 10% او 15% ده رقم مهول، ده رقم كبير جدا. يعني بنتكلم في 15 20 مليون سوري مليار دولار ممكن يروحوا لباكستان بسبب الموضوع ده. انا مش خبير في الاتصالات بس انا عندي شويه ارقام. مثلا الهند السنه اللي فاتت صدرت موبايلات بحوالي 3 مليار، خطه الهند 2025 110 مليار دولار من صادرات التليفونات. انا صراحه لو مسؤول في مصر وشفت خبر زي ده انا هاخد طياره بكره الصبح على كوريا، يعني هلبس الماسك بتاعي وهروح كوريا واتكلم مع الناس دي واشرح لهم فعلا، لان احنا بنفترض ان الناس فاهمه او عارفه الحاجات دي في مصر. انا اقدر اكد لكم من شغلي حتى ومن تعاملنا مع جلوبال تيمز اللي جوه يونيفر، لا الناس ما تعرفش، الناس بره صانع القرار ومتخذ القرار بره ما يعرفوش الديتيلز ديت. فلو رحنا عملنا استهداف لشركات معينه 100 شركة مثلا في قطاعات مختلفة وعرضت لهم اللي بيحصل في قطاع اللوجيستكس والميزة التنافسية بتاعت مصر في قطاع اللوجيستكس بالذات والكاستمر سيرفيس واللييد تايم اللي أنا شرحته قبل كده، أعتقد إن قدامنا فرصة كبيرة قوي للإف دي آيز والتصدير. نفس الكلام للشركات اللي هنا عايزة تصدر المحلية. لو أنا النهاردة رحت بدور على أسواق وبشرح للناس قد إيه أنا ممكن أوصل بسرعة، قد إيه إن إحنا في عندنا سكسس ستوريز، إن إحنا في وقت الكوفيد وفي أوقات أخرى في أزمات ما حصلش أي لخبطه في السوق او اي نقص في اي حاجه، اعتقد ده ممكن يفتح لنا برضو اسواق اكتر بكتير من الموجوده النهارده، لان التركيز النهارده فعلا على اللوجيستكس وعلى الكاستمر سيرفيس وعلى الليد تايم وعلى الكوست بتاعت الموضوع ده كله. ده كده باختصار شديد الستوري من وجهه نظر يعني الشركات العالميه والاوبورتيونتي بتاعت مصر. شكرا يا جماعه. شكرا جدا يا محمد. وفيري كلير تو كونكلود، انت وضحت اهميه يعني المميزات الاستراتيجيه اللي موجوده في مصر وازاي نقدر نستخدمها الفتره الجايه. وانا متفق معاك تماما ان مصر دايما حتى السوق المحلي بنقول عليها بوبوليشن كبيره، الكوست بتاعها برضو مختلف ما زال اقل من اماكن ثانيه كتير في العالم، وفيها موارد كتيره غير مستغله، والمنافسه الداخليه ستيل لسه مش سيفير، مش قاسيه جدا. ف دورنا احنا ان احنا نوصل ده لبره مصر وجوه مصر، وفي اكتيفيتيز كتير انا متاكد انها بتتعمل في كل مجتمع الاعمال في جميع القطاعات. انا عايز ارجع تاني للمهندس مدحت، بس قبل ما ارجع للمهندس مدحت في مداخله من المهندس كامل سالم، ونرجع تاني للمهندس مدحت وبعدين نفتح الفلور لكل الاودينس نشوف الاسئله اللي موجوده ونرد عليها.
مساء الخير جميعا. شكرا يا فندم، اشكرك محمد بيه. مساء الخير جميعا، انا كامل سالم، انا خبير تنميه الصادرات بجمعيه المصادرين المصريين اكسبو لينك، وليا طبعا الشرف ان اتواجد مع حضراتكم النهارده، وبشكر طبعا الساده الحضور، وبشكر طبعا اور سبيكرز، وهم طبعا نخبه مميزه جدا في مجال السبلاي تشين واللوجيستكس. واسمحوا لي نقول ان التوبيك بتاع النهارده من التوبكس المحببه الى قلبي جدا، لان انا ليا يعني في المجال يمكن اكتر من 20 سنه في مجال اللوجيستكس والاكسبورت والسبلاي تشين. ولما بنقول سبلاي تشين ما ينفعش نقولها من غير ما نقول لوجيستكس، لان نجاح سلسله الامداد او السبلاي تشين دايما بيبقى من نجاح العمليه اللوجستيه. ارحب طبعا بمهندس مدحت القاضي استاذي، ويعني ادين له بالفضل في ان انا اتعلمت على ايده كتير، وكان ليا برضو الشرف في ان اتعاونت معاه في مجالات كتير ودراسات اتعملت لخدمه القطاع اللوجستي، وقدرنا ان احنا نعمل امباكت وبصمه جيده في السوق يعني. وطبعا بشكر مهندس مدحت برضو على تلبيته للدعوه وحضوره معانا، ودايما يعني بيقدم لنا كل ما هو جديد ورؤيته للمستقبل في المجال عامله ازاي. طبعا وشيت كمان بدور الايفا اللي هي شعبه خدمات النقل الدولي اللي بيرأسها مهندس مدحت، من تقديمها برضو لدراسات. وانا كان ليا قبل كده يمكن خدت دراسات من الايفا، ويمكن الايفا بتتصدر دايما السوق على طول، في اول ما يحصل اي تغيير، مثلا تغيير في الفيول مثلا، لما حصل اوتوماتيك للايفا تعمل الدراسه وتطلع الامباكت بتاع زياده البنزين هيبقى عامل ازاي، وهيبقى عامل بكام النقل هيزيد، والشير بتاع زياده البنزين كام في عمليه النقل نفسها، ويقدر يقدم بيبر كمان لصانع قرار ومتخذ القرار اذا كان فعلا الزياده اللي في الفيول دي تستحق زياده 50% في النقله، ولا تكتفي ب 10 15% في زياده في النقله. فطبعا الايفا ليها دور جامد جدا في المجال، وهي المظله اللي بيجي تحتيها طبعا معظم مقدمي الخدمات اللوجستيه. اللي عايز اقوله كمان ان اللوجيستكس زي ما محمد بيه برضو فتحي قال، ان اللوجيستكس از فيري دايناميك، ويمكن انا لمست الموضوع ده بنفسي، ومع مهندس مدحت اشتغلنا برضو على مشروع. واللي عايز اقوله قد ايه الديناميكيه بتاعت اللوجيستكس عاليه، يعني ممكن حضرتك لو ركزت وعملت بروسيجر بسيط في اجراء داخلي جوه المينا، ممكن يبقى له امباكت عظيم وبيوفر ملايين للمصدرين. يعني مش شرط ان التوفير يجي من قرار او بسيط جدا لاجراء في المينا، بيبقى له امباكت اوتوماتيك على المصدر. اللي عايز اقوله كمان، طبعا انا مبسوط ان النهارده مهندس مدحت يعني فرحني بان في حاجه اسمها جهاز تنظيم النقل البري، وده مهم جدا، لان فعلا الترانسبورت سيكتور من كام سنه was a fragmented sector، ملوش ملكه زي ما بيقولوا، ومش هخش طبعا في تفاصيله، لكن فعلا ملوش ملكه. وجود جهاز ينظم عمليه النقل ده شيء مهم جدا. السكه الحديد انها تدخل ويبقى لها يعني دور في عملية النقل واللج الأخيرة، ووجود شركة بتتأسس، ده شيء طبعا يسعدني جدا، لأن ده هيوفر كتير وهيساعد كتير، لأن عملية النقل طبعا بالسكة الحديد بتوفر كتير جدا، ولها إمباكت اقتصادي وبيئي كمان. وده يمكن يقودني لنقطة والدراسة اتكلمنا فيها قبل كده، وكان مهندس مدحت part of it، اللي هي مشكلة الامتي لج في مصر. مظبوط، لمن يعملون في مجال التصدير والاستيراد عارفين يعني ايه امتي لاج. الامتي لاج هو ان دايما في 50% من التراكس اللي بتمشي على الاراضي المصريه فاضيه، وده طبعا له نيجاتيف امباكت اقتصادي وبيئي، من استهلاك فيول، من حوادث ريسك بيزيد، من استهلاك قطع غيار، من طبعا CO2 emissions، فطبعا نيمت المشاكل اللي بنواجهها من الامتي لاج. طبعا اعتقد كمان يعني انا يمكن احب اتوجه بالسؤال للمهندس مدحت، اخبار الفكره بتاعت الموضوع ده ايه، وصلت لايه، هل الامتي لاج بيتحل ولا لا؟ كان له مشاكل يمكن مرتبطه شويه بقانون جمارك، بشروط دخول وخروج الحاويات، والتامين اللي بيفرض على الحاويات علشان تتحرك على الاراضي المصريه بحريه. فطبعا الامتي لاج ده من الحاجات اللي فعلا محتاجه حل.
فطبعا ده سؤال للمهندس مدحت، وبشكر طبعا المهندس مدحت لوجوده معانا. واسمحوا لي برضو في نفس مداخلتي ان انا اتوجه بالشكر للمهندس محمد فتحي لوجوده معانا النهارده. انا كان لي الشرف ان انا قمت يعني بعملت زي دراسه جدوى باسم اكسبولينك مع مهندس محمد فتحي على الجدوى التخزين خارج مصر في افريقيا، سواء بالستورج وللهاندلينج. ويعني اتمنى للمهندس محمد كل التوفيق طبعا، واشكر حضراتكم. معلش نقطه اخيره، مهندس محمد فتحي قال ان مصر تبقى هي الفيوتشر هاب. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، لان مصر هي ممكن كان بي الساوث باوند هاب لافريقيا كلها، زي ما مثلا في اللي بيصدروا مثلا حاصلات زراعيه، عارفين ان ايطاليا وسلوفينيا هم الهاب للوصول للاسواق وللدول الاوروبيه. هي نفس الفكره، احنا ممكن نعمل الريفرس بتاع الموضوع، زي ما بنطلع منتجات وتبقى الهب بتاعها موجود في ايطاليا وسلوفينيا وبتتوزع على مستوى اوروبا، مصر ممكن تبقى هي الهب لكتير من المنتجات اللي بتدخل السوق الافريقي طبعا، ومن مصر يتم التوزيع، خصوصا مع وجود الشبكات الدوليه للنقل على مستوى افريقيا. بشكركم وشرف لي وجودي معاكم، وبشكر طبعا الساده الحضور. شكرا. شكرا مهندس كامل، شكرا على مداخلتك. احنا هنرجع للمهندس مدحت هيرد على سؤالك وهيقول لنا التوجهات بتاعه الحكومه ويعمل لنا سام اب للجمارك، القوانين الجديده والجمارك رايحه فين الفتره الجايه بلد، وازاي احنا نقدر نستفيد من تفادي السير يعني عكس التيار، ونستفيد من المميزات بتحصل من التطوير اللي البلد بتقدمه الفتره الجايه. مهندس مدحت اتفضل. طب انا بشكر طبعا الاستاذ محمد فتحي على الجزء الجميل اللي قاله، اللي طبعا طرح العديد من الاسئله، وعلى طبعا مستر كامل، وده صديق عزيز يعني، ما انا مش استاذه ولا حاجه يعني، هو صديقي وانا بشرف بخدمه كل الناس، فانا يعني خدام خبرتي بديها للناس كلها يعني بدون مقابل، الحمد لله رب العالمين. مش انا لوحدي، انا وجزء كبير من اعضاء مجلس اداره غرفه الملاحه وكذلك شعبه خدمات النيل الدوله النهارده معانا علم منهم الاستاذ عبد العالي علي، احد اعلام الشعبه وجمعيه رجال الاعمال. بس انا بقول لكم ان هو اللي حصل في كوفيد يمكن في حاجات كتيره حصلت، انا احب اقول لكم على شويه حاجات فيها هتعرفوا فايده اللوبينج او الحشد زي ما احنا بنحب نقوله ما بين منظمات الاعمال. انا هذكر عدد من الحاجات يمكن انتم ما تفتكروهاش، بس كان عندنا ازمه كبيره جدا اما حصل الحظر. اما حصل الحظر كان عندنا مجموعه من التحديات فوق ما تتخيلوا. يعني عندنا التحدي الاول ان الرجاله بتوعنا الموظفين بتوعنا مش عارفين ينزلوا المينا يطلعوا شغل الناس، فده كان اول تحدي ان احنا عايزين نشغلهم بعد ساعات الحظر، فكان تحدي كبير. التحدي الثاني ان الحظر اول ما طلع في اول منشور طلع من دوله رئيس مجلس الوزراء كان حظر كمان عربيات النقل البضائع. طبعا في شغل كتير قوي وكواليس كتير قوي عشان يفتحوا الكلام ده. كان اقرب حاجه زي ما احنا عارفين في الوقت اللي احنا قفلنا فيه كانت ايطاليا متدمره. احنا طبعا بصفه، ودي مهمه برضو ايه، ان المنظمات الاهليه في مصر يبقى ليها علاقات دوليه. العلاقات الدوليه بتفرق. انا كلمت راجل رئيس اللوجيستيك اسوسيشن في ايطاليا، وبالمصادفه كان من ميلانو، قال لي احنا البضاعه لم تتوقف حتى في المنطقه الموبوءه. فاخذت قلت له طب ابعت لي الكلام ده لو سمحت، بعته لي، بعته المستشار رئيس مجلس الوزراء فعدله القرار. قالوا الاول تستثنى الادويه ومش عارف ايه، قلت له لا كل حاجه، هو البسكوت ده ممكن واحد يموت عشان مش لاقي اكل، ففتحوا كل حاجه. بعدين التعاون الثاني، قلنا احنا الرجاله بتوعنا اللي عايزين يطلعوا البضائع اللي في المينا، وده حاجة مهمة جدا، فعملوا لنا تصريح، قالوا لنا التصريح الغرفة التجارية تاخدها وتبعتها مش عارف ايه، قلنا له السيستم ده مش هينفع. قالوا لنا خلاص خلوا رئيس هيئة المينا يطلعه. فعملنا كشوف، كل الأعضاء بتوعنا اللي عندهم ناس بيشتغلوا، عملنا كشوف ومضيناها من رئيس هيئة المينا واشتغلنا بيها. فده كان تاني حاجة. الحاجة التانية برضو غير كده، ان احنا كان عندنا مشاكل تانية اللي هي يعني يمكن شركات اللوجيستيك شوية متقدمة في حتة الديجيتال بانكينج، يعني كنا شغالين انترنت بانكينج من زمان، بس في مثلا شركات الحاويات جوه المينا
بيقفلوا برضو بدري زي ما الناس بيقفلوا، فعايزين يقفلوا واحدة ونص، واحنا عايزين نطلع الشغل لحد الساعة 10 بالليل. فالشالنج بتاعنا ان احنا نتكلم البنوك ونقول البنوك هاتوا بوينت اوف سيلز للشركات دي عشان يقبلوا فيزا وما ياخدوش فلوس. انا عايز اقول لكم الكواليس اللي قال عليها استاذ محمد فتحي، وقال الكواليس دي وراها رجالة وجنود مجهولين. انا اذكر هذكرهم بالمنظمة، غرفة مناحة اسكندرية عملت مجهود كبير جدا. طبعا شعبة النقل الدولي اللي انا بمثلها عملت، وانا بمثل كمان غرفة المنحة، عملت جهد كبير جدا جدا جدا. وجمعية رجال اعمال اسكندرية، لجنة النقل، يعني احنا رحنا في عز الازمة لكل الجهات اللي كانت بتوقف المنظومة دي وترجناهم وطلعنا ناس من القسم. يعني احنا طلعنا ناس من القسم اتقبض عليهم فعلا، لان الورقه في ناس ما صدقوهاش، قالوا ده مين الماضيها، مين رئيس الهيئه، فعبال ما التعليمات وصلت. لا احنا طلعنا ناس من القسم فعلا بيشتغلوا في الشغل. فده كان شالنج. بس الجميل في الموضوع، انا عايز اطمنكم، لان في بعض الضغط على الحكومه، وكان انا عايز اطمنكم انتوا وراكم حكومه جامده جدا جدا. يعني انا شخص عادي جدا، يعني ما حدش يعرفني يمكن، اما بروح لمكتب وزير وبطلب مقابلته في احيان كتيره جدا بتحصل المقابله وبيردوا علينا. يعني مصلحه الضرايب في تسهيلات كبيره جدا عملها اليومين دول، كبيره جدا، يعني تسهيلات يعني غير مسبوقه. عمليه تسجيل الاراضي اليومين دول برضو غير مسبوقه. الحاجات ده كله انا عارف ان احنا الانفايرمنت بتاع البيزنس متاثر اليومين دول، متاثر بالكورونا، متاثر ببعض القرارات، بس احنا كان لازم يحصل وقفه وتتصلح. الجزء الثاني اللي قال عليها كامل اللي هي الخاصه بالحاويات وكده، لا يعني انت شوف دلوقتي استاذ محمد قال لك انا عايز انا النهارده كنت اجتماع النهارده الصبح في الشركه الوطنيه للملاحه، بيفكروا يعيدوا الخط الرورو عشان الاستاذ محمد يلاقي خط يروح في 3 ايام مش في 5، ويروح لتريستا بالعربيه والعربيه تكمل على اوروبا. والخط ده كانوا طالبينه المجلس التصدير للحطات، وللاسف مش هيشتغل السنه كلها. فاحنا محتاجين بضاعه زي بضاعه حضرتك في فتره الديت سيزون ان تتشحن. انت متخيل ان حضرتك تعرف تتوالدي مثلا لندن اون شيلف في السوبر ماركت في 6 ايام؟ ده انت هتبقى احسن له من اي مخزن في اوروبا في 6 ايام من دور للندن. انت بتتكلم على وسيله هتنافس الطيران، مش هتنافس بس البحر. لا مصر فيها بوتنشال عالي جدا في مجال اللوجيستكس. الحته بتاعه الحاويات اللي قال عليها كامل، من حركه لو سمعت الحته بتاعه الدراي بورت، الدراي بورت ده خلاص هيبقى عندك دراي بورت في القاهره، وعندك دراي بورت في العاشر، وعندك دراي بورت في السخنه، وعندك دراي بورت في بني سويف، ودراي بورت في السادات. فالعربيه اللي هتروح المناطق الصناعيه دي مش هتضطر ترجع المينا، هي هترمي الكونتينر الفاضي في الدراي بورت، وهتاخد شحنه مليانه من اي مصنع في الحته المحيطه. فالعمليه دي اما تكمل التخطيط، وعلى فكره مش بتكلم على حاجات بعيده، انا بتكلم على حاجات يعني 6 اكتوبر، يعني ديفلوبمنت ويزن ماكسيمم 3 ييرز. يعني السادات اوريدي فيها جزء اشتغل دلوقتي، فيعني بنتكلم على فتره زمنيه مش كبيره يعني عشان الحاجات دي تتحقق. بس في حاجات كتير قوي بتحصل يعني اسرع مننا، يعني الحكومه سرعتها بصراحه اسرع من القطاع الخاص في احيان كتير. يعني باشمهندس مدحت، انا بذكرك بحاجه مهمه يمكن نسيتها. لو تفتكر حضرتك، طبعا احنا في الجمارك هنا بنشتغل بتشريعات وقوانين. لما حصلت ازمه كوفيد احنا كنا اول ناس عملنا مذكره بقبول قبض من المستندات. طبعا انا نسيت اقولها، بتعهد لحين لما الغرف التجاريه والسفارات تفتح مره ثانيه. ودي كانت حاجة تحسب برضو لشعبة النقل الدولي وجمعية رجال أعمال اسكندرية والغرفة التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل. احنا قدمنا المذكرة الساعة 10 الصبح، كان أشرف بيجي زي اللي الساعة 12 بيقول معالي وزيرة التجارة والصناعة مادة القرار بقبول مستندات لدرجة ان الجمارك مش قادرين يصدقوا ازاي ان احنا في تشريع وقانون واحنا بنشتغل. يعني هم عايزين يقولوا بالمخالفة، هي مش مخالفة طبعا، لأن دي أزمة والحكومة تصدت لهذه الأزمة. يعني أنا بس حبيت أقول لك الحتة دي. يعني شكرا عبد العال بي لمداخلتك، شكرا مدحت بي، شكرا محمد بي وباس بي على الانفورميشن. أفتكر أن هي مفيدة وجاية في وقتها، مع توضيح أن فعلا قطاع اللوجستي هو عمود اساسي في الاقتصاد والتجاره. بدون ابتداء من مدخلات الانتاج
لحد وصولها كمنتج نهائي من غير سلاسل الامداد دي ما تكون منتظمه وفيها استدامه، افتكر ان عمر ما هيحصل توافر مستمر للاحتياجات وللسلع اللي الاسواق محتاجاها. احنا عايزين ندي حوالي 20 دقيقة لو في أي استفسارات أو أي أسئلة على المعلومات القيمة اللي طرحناها في البانل، يا ريت بس حد نقدر ندوس raise hand، هنلاقيها في الابليكيشن موجودة، وبسانت هتعمل unmute لأي حد عايز عنده أسئلة. تفضلوا. طيب انا مش شايف حد رفع ايده، بس تشيك مع سانت برضه بليز عشان لو انا عندي حاجه ناقصه. هو لا، ما فيش ريز هاندز خالص. افتكر كانت كل الحقيقه طريقه سرد المعلومات والبرزنتيشنز افتكر كانت مغطيه كل الاسئله، او كانت يعني فيري انفورماتيف على ان هي تبقى فيها حاجه محتاجه توضيح اكتر. طب انا عندي مداخله صغيره. I think بس ان كان في حد على الشات كان بيتكلم على الاوت باوند تريد ميشنز اند ذا فيرتشوال تريد فيرز او تريد ميشنز، مش بس اي دونت نو اللي اسمه ميليجي ات اي تريبل اي، مش عارفه. طب ممكن تقولي سؤال تاني يا فسانت؟ عبد العال بيه هرجع لك تاني، معلش قولي سؤال تاني يا فسانت. هو بيتكلم على كان تقريبا بيسال على الاورجنايزد اوت باوند تريد ميشن and the virtual trade mission. بس it's not like مش هو مش question، بس تقريبا بيسأل عليهم، يعني عايز يفهم معلومات عنهم أكتر، مش عارفة. لو بس يوضح سؤاله ياريت. His email address is h.miligi@ieee.org. طيب أروح لأسمع عبد العال بيه وأرجع له تاني لو كان موجود، نرجع له تاني. عبد العال بيه تفضل، بتعيش حاجة؟ أنا اتفضل. أنا عندي بس نصيحة، وقطعا البشمهندس مدحت القاضي هيشاركني الرأي فيها. حضراتكم طبعا بأنكم إكسبولينك يعني، ومعظم المصدرين أعضاء معاكم في الجمعية أو في المنظمة. أنا بس ساعات بتقابلنا حاجات الواحد يعني بيزهل منها، شحنات بملايين الجنيهات وملايين الدولارات، بعدين تيجي تبص تلاقي يمسك في حتة إيه، يقول لك شال لي من مصاريف التخليص دي 50 جنيه، النقل ده فيه زيادة 100 جنيه. كلام يعني بصراحة، رغم أن مهندس مدحت يقول لك إحنا كشركات لوجيستكس مثلا في مجال النقل، العربيات إذا كانتش مجهزة بالجي بي أس يشتغل 24 ساعة مربوطة بشركاتنا، يعني عندنا 3 شيفت بيشتغل حضرتك عشان يتابع العربيات. يمكن مهندس مدحت اعمل هذا السيستم في شركته، وتتخيل يجي واحد يقول له وتبقى الشحنه مؤمنه تمام، ويجي يقول له والله 100 جنيه هنا و5. عايزين بقى نبطل يعني، عايزين نعمل توعيه حضرتك، وده دوركم توعيه يا جماعه. الجأوا للشركات المتخصصه في اللوجيستكس، الشركات اللي عندها الاون يعني امبلويز بتوعها، ما بتستخدمش مستخلصين من الخارج ولا مقاولين نقل. النهارده في مشكله بتقابلنا كبيره جدا، وهي الكوموسينجيه بتاعت النقل. انت لو حصل حاجة في البضاعة بتاعتك مش هتشوفها تاني، وكتير من الشكاوي جت بسبب شحنات، وخصوصا الأزياء او الألبان تحديدا. يعني احنا شفنا في مشاكل في الألبان، لان الكونتينر بيبقى غالي جدا، يعني بتختفي العربية بالسواق بالكونتينر بالبضاعة. فبنأمل ان يكون في توعية بس، وأرجو يعني ما كنتش طولت عليكم. شكرا. عفوا عبد العال بيه. في دكتور احمد الشامي رافع ايده، اتفضل دكتور احمد. دكتور احمد معانا؟ طيب في سؤال حد بيسال على ايه الاوراق المستنديه. حضرتك سامعني دكتور؟ كده اسمعك. اتفضل. حضرتك سامعني؟ معلش انا كنت تمامش على النيوت. انا بقول لك انا بعتذر لان كان النت سيء النهارده، فجزء كبير من الحوارات كانت الصوت بيقطع. انا بس عايز يعني اشكر
عايز اشكر مهندس مدحت على البرزنتيشن بتاعته، الباشمهندس بتاع يوني ليفر طبعا، وكنت اتمنى ان هو يعني يدي مور كيسز هو واجهته، واحنا بنتكلم في 8 شهور او 9 شهور بس اكيد طبعا العرض بتاعه. انا بسأل سؤال دلوقتي ومعرفش مين اللي هيرد عليا. هو دلوقتي الشركات اللي شغاله في اللوجيستيك، هل مرخص، هل في حد بيديها ترخيص انها تشتغل في اللوجيستيك؟ يعني دلوقتي عشان بس الكلام اللي قاله عبد العال بيه، ان دلوقتي بقى بيخش في الناس في المجال ناس بتسيء اذا هذا المجال، يعني التوكيلات الملاحيه لها ترخيص، الشحن والتفريغ لها ترخيص، اللي عايز يعمل تخزين له ترخيص كويس. هل الشركات اللي شغاله في اللوجيستيك والسبلاي تشين هل اساسا مرخص؟ هل في جهه شرعيه بتديها ترخيص وليها ضوابط بتشتغل بيها ازاي، ولا شغاله كده بمجرد ان هي شركه وجاده في النشاط بتاعها الانشطه اللوجستيه؟ ده سؤال. السؤال الثاني هو طبعا مدحت ذكر حاجه مهمه جدا، الاي ار بي سيستم مش واضح قوي في اللوجيست. لا هو 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 واضح بس متشعب يا مدحت، يعني هو مش بس في، يعني هو في تشعب، مفيش كلمه صريحه بتتكلم في الاي ار بي سيستم على الـ على على اللوجيستيك. انا بقى عندي اقتراح، واتمنى يعني تبقى تتبنى بقى النقل والغرف الملاحه والى اخره، لان الـ 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 القصه دي مرتبطه منلي بانشطه مرتبطه بالنقل كويس، والسورس الصناعه كويس، فعمليه اللوجيستيك بتاع الاندستري واللوجيستيك بتاع اللي هي توصل للاند يوزر كويس، انا مش شايف ان في تواصل ما بين المصانع والشركات اطلاقا. عشان كده زي النهارده اما جه اتكلموا على الامازون واتكلموا على الـ على الـ على الـ على علي بابا البلاتفورم بتاع علي بابا والكلام من ده، الناس دي كونكتد بالمصانع والناس اللي بتنتج كويس. هل احنا عندنا السيستم ده في مصر يا مدحت؟ بس انا مش عايز اطول عليكم، يعني مش عارف انا صوتي واضح ولا مش واضح. شكرا. وصل السؤال دكتور احمد. مدحت اتفضل. هم سؤالين طبعا استاذنا دكتور احمد الشامي قال عليهم. اول حاجه الترخيص والحاجات دي، هو مظبوط الكلام اللي بيقوله، نظرا لان احنا شغلنا في حاجات كتيره فاحنا داخلين تحت عبئة كذا حاجه. احنا اساسا كشعبه احنا بنرخص للفريت فورورد، احنا بنرخص للفريت فورورد، ويمكن دي حاجه فريده من نوعها، بس اقول لكم ليه. لان احنا في ناس بيمارسوا عندنا الشحن الجوي، فده بيلزم ان هم ياخدوا رخصه من سلطه الطيران المدني. سلطه الطيران المدني بتستلزم ان اللي ياخد رخصه عندها يبقى عنده رخصه الايات، كانه الراجل عنده اتنين بيعرفوا في الشحن الى اخره. الجمرك عشان يرخص لك انك تشتغل كمرحل بضائع، زي ما بيقولوها هي على فكره الترجمه بتاعها مرحل بضائع او لوجيستيك بروفايدر، بيستلزم ترخيص منه. فانت اخذت ترخيص من سلطه الطيران المدني واخذت ترخيص من الجمرك. الترخيص الثالث بتاخده، بتاخد ترخيص من المواني اللي انت هتشتغل فيها انك هتشتغل وكيل شحن. فاحنا تقريبا بناخد على الاقل ثلاث. لو انت عندك ان هاوس كاستم بروكر هتاخد ترخيص بمزاوله مهنه التخليص الجمركي. لو انت عندك مخزن تملكه او تديره هتاخد ترخيص من التنميه الصناعيه. فاحنا وصلنا لخمس حاجات. الحاجات دي متوزعه على وزارات كتير، فصعب ان جهه واحده تديها لك. دراسه الجايكا اللي عملتها لللوجيستيك في مصر طلبت ان يكون في مجلس اعلى للوجيستيكس، طلبوا بالكلام ده، بس الكلام ده ما اتحققش. معرفش ما اتحققش ليه، بس هما طلبوا ان يكون في جهه واحده بتعمل كنترول على الكلام ده. ده بالنسبه للجزء الاولاني من السؤال. الجزء الثاني من السؤال انا مش فاكره، لو تفكر استاذ محمد. الجزء الثاني كان الوصول الوصل المنتج بالمستهلك، كان مثال امازون والاونلاين بلاتفورم ان هي عندها دايركت كونتاكت او دايركت. تمام. لا طبعا هم الشركات دي شغاله، حتى يعني شغاله شغل وارد، يعني شغل استيراد من الخارج. اغلب المنتجات بتاعتها فيها مصر وفيها، فهي اوريدي شغاله. اعتقد سوق شغال مع اثنين او ثلاثه فيندوز منهم ارامكس،
وشغالين وعندهم مخازن في العاشر من رمضان. لا يعني السيت اب بتاع الموضوع اوريدي موجود والنظام الجمركي كمان بتاعهم بيأوت سورس الفانكشن بتاعت اللوجيستكس اظن معظم ما فيش شك ما فيش شك بيأوت سورس، بس هم حاليا يعني عالميا بيشتروا شركات لوجيستكس، يعني هم دلوقتي بيشتروا شركات لا انا بقول الربط مع الصناعه مدحت مش مهندس الربط مع الربط بتاع الصناعه يعني في مصانع كتير جدا دلوقتي بتشتغل دايركت مع سوق، يعني ما بتلاقيش منتجها غير في سوق حاجات كتير على فكره، يعني سوق انقص برضه صناعات كتيره في نفس الحكايه ومربوط على السيستم بتاعهم. هو الحته دي الفور بي ال انت في اغلب الاحيان بتستخدم البرنسبل سوفت وير من ناحيه الانفنتوري والكلام ده، فهو الربط بيبقى من الصناعه للبلاتفورم بتاع اللي هو البلاتفورم نفسه. مدحت هو بيتكلم على التواصل بيننا بين شركاتنا وبين المصانع والمنتجين ده اللي انا فهمته من دكتور احمد، ما اعرفش صح كده يا دكتور. دكتور احمد تقريبا نام الدكتور احمد. هو طيب بيتكلم على التواصل اللي بيننا احنا وبين المصانع وبين المنتجين والمصدرين والمستوردين وكده، وزي هو بيتكلم بيدي مثلا نشوف دكتور احمد لو كان موجود ممكن يوضح سؤال مره تانية لو هو كان انا موجود بس مش عارف انا موجود بس مش عارف مش عارف يعني عملوا لي اميوت. احنا سامعينك يا دكتور. سامعين حضرتك يا فندم. يعني انا بقول دلوقتي النتورك نفسه كويس، في حاجات فيها كتير ناقصه، يعني الشبكه نفسها عمليه التواصل، يعني النهارده علي بابا متواصل مع اغلب المصانع كويس، يعني عمليه الشبكه والربط مع المنتج الصناعي نفسه. يعني هو هي دي ناقصه عندنا الجزء دي. ما هو برضه برضه الامثله اللي قالها الباشمهندس مدحت ذات نفس ليه، لان احنا اوريدي عارفين كويس قوي قد ايه الناس بتواجه مشاكل في دور تو دور اللي جاي مصر، يعني كميه المشاكل اللي الواحد بيسمعها من سواء الاصدقاء او عملاء او فقرات عامه، كميه مشاكل غير عاديه، من خطا في بوالص، من ان الشحنه تيجي فيها حاجه ناقصه، من الشحنه تيجي حاجات متكسره، يعني من الشحنه تيجي جزء منها وجزء لا كويس، يعني احنا بنتكلم يعني احنا بنتكلم في حاجه، وبالذات بعد الكوفيد 19 ده الدنيا هتتغير تماما يا اخوانا، الدنيا فعلا هتتغير تماما، الناس كلها هتبقى خلاص ايجارات المكاتب هتنزل في الارض، العماله اللي هتبقى شغاله اونلاين اكتر، هتبقى الناس اللي على الارض عدد محدود اللي هو بيأدي الخدمه اللي لازم توصل من المنتج للاند يوزر كويس، فهل احنا مستعدين لحاجه زي كده؟ يعني العالم عمال يتقدم ويتقدم ويتقدم، الدوله بتعمل بنيه اساسيه مرتفعه جدا، بس احنا ما زال عندنا مشكله في الهيومن ريسورس يا اخوانا، الناس اللي بتأدي الخدمه نفسها، لابد ان احنا نعترف بكده، يعني انت الاكاديميه البحريه والجامعات اللي بتخرج الشباب بتوع اللوجيستيك هتدور عليهم هتلاقي اغلبهم قاعد في البيت. مدحت ما اعرفش ان سمعتوا كلامي ولا ما اعرفش. مدحت تسمح لي اتكلم؟ باشمهندس مدحت محمد بيه اللي يسمع البيت اتفضل. احنا بس عندنا لا انا بس هرد على دكتور احمد بس في النقطه دي، المهندس الحسيني منتظرين فانا عايز اديهم فرصتهم في الاسئله، فاتفضل انا هرد على الدكتور احمد في النقطه دي بس ارد على الدكتور احمد. بص يا دكتور، المشكله دي سببها حضرتك، لا التواصل موجود مع المصانع ومع الشركات والمصدرين والمستوردين والنتوركس بتاعتنا اللي بره تمام، بس المشكله بتبقى في ايه حضرتك؟ النهارده معظم المصانع والشركات بيعين عنده مدير لوجيستكس، مدير لوجيستكس ده بيفضل يتصل مثلا ب 10 15 شركه شحن علشان يجيب ارخص نولون او ارخص تفريغ ممكن يحصل عليه، وهو مش عارف ان ده ممكن ياثر زي ما سيادتك بتقول كده، الشحنات تتاخر
بواليس تطلع غلط فاهمني، مستندات تطلع غلط، وفي الاخر المصنع هو اللي عايز يوفره من الـ 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 اسف النولون البحري او النولون الجوي بيدفعوا ارضيات ودمرج في بواليس. وعندنا كيسز كتيره جدا، يمكن باشمهندس مدحت انا ماسك رئيس لجنه التوفيق والتحكيم في شعبه النقل الدولي، ومش عايز اقول لحضرتك كل يوم عندي كام شكوى بسبب هذا الموضوع، فوالله ما احنا السبب في هذا الموضوع خالص. لا انا ما بقولش ان انتوا السبب، انا بقول لا احنا عايزين سوليوشن، احنا عايزين سوليوشن. طب انا هقول لكم السوليوشن ويعني في ناس فيكم على التواصل، وانا مع الناس المتواصله، بس انا يعني يمكن مدحت عارف ان انا زهقت كويس. عايزين نعمل كاتيجوري للسيرفيس في مصر زي اليو كي كويس، في حاجه اسمها تريبل ايه، في حاجه اسمها دبل ايه، في حاجه وان ايه، في ناس مش كلاس باي خالص كويس. لو قدرنا نوصل للكلام ده يبقى العميل لما يجي يكلم كدمار مثلا يبقى عارف ان هو بيتكلم تريبل اي كومباني، فهيبقى عارف ان هو هيدفع اكتر بس هياخد سيرفيس افضل بالظبط. لان احنا مشكلتنا في الكومبيتيشن دلوقتي بقت دمها تقيل. صح عندك حق، بقت دمها تقيل، فاحنا يا ريت تتولوا انتوا كغرفه ملاحه وغرف رسميه وبتجتمعوا في اجتماعات المجلس الاعلى المواني ومع الوزراء ومع الفريق كامل وكلام من ده، ان لابد يبقى في تصنيف حتى لشركات التامين. ما التامين دي ما دي عنصر من العناصر كويس، يعني ما تبقاش العمليه اسمها بقى سوق حر وكل واحد يلعب بسعره خلاص، وفي الاخر السيرفيس سيئه، وبالتالي احنا ال بي اي احنا عمالين ننزل سنه ورا سنه، واخد بالك؟ معلش ادي بندي فرصه بقى للباقي وانا مستمع معاك وبقيت. شكرا يا دكتور احمد، شكرا عبد العلبي. مهندس محمد رماح تفضل. مساء الخير جميعا. حضرتك انا مدير اداري جمعيه المصدرين، وانا بشكر كل السبيكر اتكلموا النهارده. هو سؤالي موجه فعلا للاستاذ مدحت القاضي بخصوص الجمارك، لان هو ذكر عن الجمارك القانون الجديد وقال لازم ناخد بالنا منه كويس قوي عشان في نقاط وحاجات لازم تدرس قبل ما نبتدي في العمليه بتاعه ان احنا نحرك البضائع. السؤال شقين حضرتك. الشق الاول فيما يخص قانون الجمارك، هو اساسا القديم مش مفهوم اصلا، والجمارك يعني حسب مأمور الجمرك لما شاف فتح دي قال لك دي عرض اتصالات، لا دي عرض جمغه وموازين بمزاجه. ما فيش قانون ملزم ايه اللي يتعرض فين ويتعرض ليه وازاي وامتى يبقى محظور وامتى ما يبقاش محظور. الجزء الثاني يخص القانون الجديد متداول، انا ما قريتش القانون الجديد طبعا، بس متداول ان الوكلاء البحريين فيما يخص الواردات طبعا معترضين على القانون الجديد، لان في القانون الجديد ان الوكيل البحري بقى هو المسؤول عن الحاوية وما تحتويها مش المستوردة ولا اللي شحنها، فهتدي الشركات دي تقلل من التعامل مع مصر، وده هيقلل هيأثر علينا في الواردات بتاعتنا، وبالتالي مش هنعرف نصدر برضو بطريقة سهلة طبقا لقانون الجمارك. إذا كنا احنا بنتكلم في نقطة واحدة فما بالك بحضرتك بباقي النقاط بتاعة القانون. بس أرجو الإفادة يعني، وشاكر لحضراتكم جدا. أنا بص، أولاً أنا مش مندوب الحكومة، يعني أنا قطاع خاص زيكم، وأنا أكتر واحد بيعاني من قوانين الجمارك وعندي مشاكل لا تعد ولا تحصى من الجمارك. بس أنا بقى أنقل لكم الموقف العام. يعني بالمناسبة حاجة قلتها، أنا الأربع اللي فات كنت موجود مع دكتور محمد معيط، أنا والأستاذ محمد مصيحي والأستاذ أحمد والكيل بنناقشوا في هذه الجزئية، وبعديها بيومين كنا مع الدكتور إيهاب أبو العيش نائب الوزير، وقدمنا له المذكرة اللي بتعبر عن رأينا، وخدنا في اللائحة التنفيذية، وأنا وأستاذ عبد العال كان عندنا اجتماع الأسبوع اللي فات بندرس فيه هذا الموضوع، وهنواصل الجهاد لحد ما نوصل للي احنا عايزينه إن شاء الله، أو نقول لكم احنا فشلنا فيه. ولكن قانون الجمارك القديم، قانون الجمارك القديم ده من سنة 66، بس على الرغم من أنه سنة 66 بس عارفين مين اللي كاتبه؟
السنهوري باشا. يعني انا بكلمك على ايه، يمكن جمال ابو علي مثلا عشان راجل محامي ومن بيت عتيق يعرف القانون كاتبه السنهوري باشا. فانت ما تلاقي القانون الجديد لا طبعا، يعني تقول لا ده القديم كان احسن لما تلاقي كتابته، وبرضه النواب دخلوا عليه وعملوا تعديلات وحاجات كتيره ادته العديد، ولكن الكونسبت بتاع قانون الجمارك مش واخد رؤيه مصر 2030 في الحسبان. يعني احنا يا ريت اقفل الصوت يا جماعه بس عشان في انا شايف حد ديستورشن في حد فتح للسبيكر. القانون لو احنا عايزين نعمل مصر هب، وعلى فكره مصر هب دي انتوا يمكن تفاجئوا، رؤيه مصر 2030 مكتوب فيها احد اهدافها الرئيسيه ان مصر تبقى هب لللوجيستيك وللصناعات وفي المنطقه. يعني فعلا ده هدف رئيسي الدوله حطاه، وبالتالي ده بقى بيزنس بلان للوزراء والحكومه تنفذه. بس للاسف قانون الجمارك بيتعامل مع ان المتهم مذنب، ويمكن في احد البنود انا بقول لكم اقروا لي، لان في بند مثلا يعني بيحق للجمرك ان يوقف التعامل مع اي متهم. انتوا عارفين ان كل الشركات الصناعيه وكل المستردين عندهم قضايا مع الجمارك، مفيش حد ما عندوش قضيه مع الجمرك، لان انت لو عندك انت جايب مثلا ريموت كنترول، لو في واحد زياده عندك قضيه ولازم تتصالح. انت تسجلت انك مهرب، مش تسجلت انت عندك زياده واحد، انت تسجلت ان عندك قضيه تهريب وعملت تصالح ودفعت، بس تيجي تعمل حاجه تانية يقول لك لا ده انت عندك سابقه، انت عندك حاجه اسمها عود يعني انت معتاد التهريب. فيمكن القانون الجديد فيه بند في منتهى الخطوره. احنا يعني قلنا ان ده بند غير دستوري. ليه؟ لان الدستور في الماده 93 او 94 على ما اتذكر، يعني اذا كنت فاكر، فبيقولوا ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ده مبدا دستوري، مبدا دستوري يعني اي واحد بريء لحد ما يطلع ضده حكم نهائي كمان، يعني مش حكم ابتدائي. فاذا الجمرك اعطى لنفسه الحق انه يوقف مصنع عشان عنده قضيه تهريب. قضيه تهريب هو مواصفه ايه؟ اي حاجه لو مخالفه، يعني انت مش هنقول مخالفه في السعر، لو انت مثلا الراجل جايب لك مثلا مفكين زياده في الشحنه، وده حاجه بتحصل معانا كلنا، يعني واحد بيبعت البضاعه وحاطط فيها مثلا شنطه عيد زياده، دي قضيه تهريب لو مش موجوده في الباكنج ليست. فاحنا قلنا راينا في الحاجات دي، وده دورنا، انما احنا مش ضامنين النتيجه، احنا بنعمل اللي علينا ومش ضامنين النتيجه. تقول لي ده مناسب لمناخ الاستثمار وهاب، بقول لك لا مش مناسب، لا المفروض يبقى الجمرك اكتر مرونه، ومفروض الكونسبت عنده ان هو عايز مصر از لوجيستيك هاب، مش احنا عايزين نحارب التهريب. بس يقول لك احنا التهريب والوضع واللي حوالينا وليبيا واثيوبيا وتركيا ومش عارف ايه وبتاع، يدخلك في حته الايه ان احنا ناس كلها بتحاربنا، فيحاول يجد مبررات ان هو حاطط القانون ده. بس انا بطمنكم احنا ورا الحاجات دي، طبعا مش احنا لوحدينا، احنا وكل ستيك هولد بيشتغلوا في المجال، لحد ما الموضوع ده ان شاء الله باذن الله تعالى يبقى حاجه اخف يعني من دلوقتي. سؤال استاذ الحسيني اتفضل. حضرتك سامعني؟ انا سامعك. انا سؤالي للبشمهندس مدحت القاضي، هما سؤالين من نفس الكونسبت. كنت عايز اعرف التايم لاين بتاع العربيات التراكس الكبيره. حضرتك قلت في السلايد الاولانيه ان في مخطط للبلد انه ما يبقاش التراكس الكبيره بتدخل جوه العاصمه، فهل ده ليه تايم لاين من وجهه نظر حضرتك؟ هل 3 سنين 5 سنين حاجه؟ لا لسه دي لونج تيرم ولا لا؟ السؤال الثاني كان ان موضوع الرخص بتاعه المخازن ده طبعا هيغير، ان يبقى في حاجات مطلوبه اكتر للمخازن كدفاع مدني وغيره، هل دي برضو حاجه شورت تيرم ولا لونج تيرم؟ بس ده كان، ومتشكرين جدا على المعلومات. هو الموضوع الاول طبعا ده مرتبط بالانهاء كل او بعض الدراي بورتس اللي بتكلم عليهم، يعني مش هينفع يفرض حاجه غير لما يكون في بديل. يعني مش معقول هيقول ما فيش عربيات تخش وهو ما فيش مخازن او اماكن مجهزه للتخزين بره، يعني لازم يتيح الاول، يتيح اماكن ويبقى الاماكن دي مخصصه لانشاء مناطق تخزينيه وتراك تيرمينال. المناطق التخزينيه مش هتبقى مناطق تخزينيه بس، يمكن تبقى مناطق تراك تيرمينال. تراك تيرمينال يعني العربيات الكبيره بتيجي تفضي وفي عربيات صغيره تخش على طول. فيعني هم حاجتين دايما بيبقى الدراي بورت عباره عن اماكن تخزين وبرده تراك تيرمينال. تراك تيمبر از سمبل يعني يارد كبيره مجهزه فيها بعض الوسائل العاديه ان انت تفرغ من الكبيره وتحطها في الصغيره، دي اول حاجه. فهي مرتبطه طبعا بالتنفيذ. هو السادس من اكتوبر طرح واوردد اوريدي، اعتقد اخدته احد الشركات دي بي شنكر على ما اعتقد مع حد تاني،
السويدي على ما اعتقد. العاشر من رمضان دلوقتي الاكسبريشن اوف انترست شغال حاليا، ابتدوا يستلموا الاكسبريشن اوف انترست، وتصور قبل اخر السنه هيكونوا طرحوا. السادات لسه ما حددوش امتى، بني سويف لسه ما حددوش امتى، بس الاراضي اوريدي اتخصصت، الاراضي اتخصصت، العالمين عاملين فيها برضو حاجه، الاراضي برضو اتخصصت. يعني انا متصور ان هو السبع اماكن بتتكلم على مثلا من 5 لـ6 سنين، بس مكانين او ثلاثه. وانت طبعا بتتكلم على كايرو كابيتال، دي هي المشكله في كايرو كابيتال، 25 مليون يعني. فهم دول يعني العاشر و6 اكتوبر دول اهم حاجتين، يعني العاشر و6 اكتوبر. انا متخيل يعني في ظرف 3 سنين مثلا 6 اكتوبر تبقى ديفلوبت، العاشر متهيألي تزيد سنه مثلا عليه. ده بالنسبه للجزء الاولاني الخاص بالعربيات. الجزء الثاني معلش ان انا بقى عديت ال 50 في الزهايمر. لا 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 الجزء الثاني بالنسبه للوير هاوس لايسنس برضو التايم لاين بتاعتها المتوقعه. الوير هاوس خلي بالكم يا جماعه، اي وير هاوس رخصته دلوقتي بقت سنه، يعني ماكسيموم سنتين. في التجديد هيعمل الكلام ده، خلي بالكم، انا بحذركم جميعا، اي حد عنده وير هاوس في التجديد هتجد صعوبه في التجديد. الدفاع المدني ده از اسينشال، وانتوا عارفين طبعا الدفاع المدني كوست لوت اوف ماني، يعني مش يعني ما ينفعش هتدفع الكلام ده في مخزن يكون مش متجهز بطريقه ما، وممكن يبقى اصلا ما ينفعش يتجهز، يعني ممكن ما فيش اماكن للخزانات بتاعه الميه، في اماكن سكنيه قريبه، المواسير ما لهاش مكان تتركب فيه، السبرينكلز مش عارف ايه. فطبعا مجموعه من الحرائق حصلت، اخرها حريقه في دمنهور كلكم سمعتوا عنها، عملت مشكله كبيره. ما فيش تهاون في هذا الموضوع قولا واحدا. مخازن تحت في الدور الارضي بتاعه العمارات اللي في الزقازيق والمنصوره وبتاع، ما فيش رد واضح، يلحق يجهز نفسه. ميرسي يا باشمهندس، ميرسي. يدور على حاجات تانية. في سؤال اخير عندنا قبل ما نختم الويبينار، في حد حاطط سؤال؟ معلش انا بطلع السؤال. ايه الاوراق المستنديه المطلوبه جوه الجمارك او كشركه عايزه تستفيد من عمليه الدروباك سواء في الصادر او الوارد من البضاعه؟ سؤال استاذ محمد عبد القادر. طيب انا حركه، انا حطيت تليفوني وبياناتي في الـ في الـ في الشات روم، وحطيت القناه التلفزيونيه بتاعتنا بتاعت الشركه بتاعتي اي جي ال. احنا عاملين حلقات كل 4 ايام بقعد خبراء الجمرك عن النظم الاستيراديه او حاجه. انا بدعوكم ان انتوا تاخدوا كوبي من القناه وتخشوا عليها، هتلاقوا اجابه على اغلب الحاجات دي. كل حلقه عليها اسم الحلقه، وهي احنا بادئين من الحلقه الواحد مستندات الاستيراد، الحلقه الثانيه النظم الجمركيه وخلافه. وبدعوكم تشتركوا عليها عشان تبقى اعلان برضو بالمره، يعني اكسب منكم زبون ولا زبونين النهارده. وتعملوا سبسكرايب للقناه، هتلاقوا اجابه على معظم الاسئله الخاصه بالجمرك. اكيد بعد الخبره دي كلها مهندس مدحت، كل اللي في الويبينار هيبقوا زباين عندك لو هم بيشتغلوا في الامداد. يعني انا بشكرك جدا جدا على الانفورميشن البسيطه السهله، وبتقول كل حاجه من قلبك واصله للناس. والحقيقه فرصه كبيره ان النهارده ناس كتير تعرف توصل لك، هتساعدها انا متاكد. بشكر شكرا محمد على الانفورميشن فيري فاليبل، ليها انترناشونال انسايتس وتجربه واقعيه مفيده لكل الاودينس اللي موجودين. الحقيقه باسم كليله استاذن عشان عنده معاد دكتور، كان مديني هو فكره الاول. كان المهندس خالد المقاطي رئيس مجلس اداره اكسبو لينك كان المفروض يتواجد معانا، هو اعتذر ما عرفش يلحق الويبينار، عنده كوميتمنت ما عرفش يخلصها. حسان عملتي مجهود، ثانك يو حسان على التنظيم، وشكرا لكل الاودينس اللي قضوا معانا الويبينار كله وشاركوا باسئله ومعلومات افادت الجميع. انا بشكركم كلكم، وان شاء الله نتجمع قريب كلنا باذن الله في ويبينار. شكرا جدا جدا. شكرا يا محمد، وشكرا لكل الحضور النهارده، واكسبو لينك طبعا واي جي بي. شكرا لحضراتكم.